بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير. في البداية اسمحوا لي بس أقول لحضراتكم مين هيكونوا ضيوفنا في الجزء الأول من هذه الحلقة. النجم الكبير كابتن ربيع ياسين هيكون ضيفنا، وهنتكلم عن منتخب مصر وعن استعدادات النادي الأهلي لمباراة فاركو. أما في الفقرة الثانية أساتذتنا الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير. الحقيقة خلاص قفلنا ملف منتخبنا الوطني خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتهاء المنتخب بقيادة كابتن حسام حسن من مواجهتي بوركينا وغينيا بيساو. بوركينا الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نفوز على هذا المنتخب الجيد بهدفين مقابل هدف. أيضا مواجهة غينيا بيساو على الرغم من سوء الأداء، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا بتعادل إيجابي ما بين المنتخبين عشان يحافظ منتخبنا الوطني على صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. هندخل بقى على الدوري وعودة مباريات الدوري واللي هيستاهلها واللي هيستاهلها النادي الأهلي إن شاء الله بمواجهة فاركو مساء يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش في برج العرب. طبعا في مواجهه مؤجله ما بين الفريقين من الجوله ال11. الاهلي بيعود للدوري الممتاز بعدما نجح ان يتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا على حساب نادي الترجي التونسي. زي ما حضراتكم عارفين الاهلي فاز على الترجي في المباراه النهائيه بهدف رامي ربيع في القاهره، واستطاع ان يفوز بدوري ابطال افريقيا للمره ال12. منذ ذلك اليوم وحتى الان لم يلعب النادي الاهلي اي مباراه محليه، وزي ما قلت لحضراتكم امبارح وزي ما هقول لحضراتكم الايام القادمه وزي ما هفضل اقول لحضراتكم دائما، كل يوم هي المسانده والدعم الواجبه خلال هذه الفتره. الفتره اللي فاتت كان من الممكن جدا ان احنا نقيم بعض اللاعبين، نقول كذا نقول كذا نقول كذا، ولكن في النهايه الحقيقه 27 ولا 28 يوم اللي جايين تسع مباريات هيلعبهم النادي الاهلي في هذه الفتره القصيره جدا، او كل 3 ايام مباراه. تحديات مهمه وقويه جدا جدا للنادي الاهلي خلال بطوله الدوري، مباريات قويه لا بديل فيها الا عن الفوز ان شاء الله من اجل الزحف لقمه الدوري وصداره الدوري. الدوري هو البطوله المفضله لكل جماهير النادي الاهلي، ولكن الحاجه الغريبه بقى انه مع دخول الاهلي في سلسله مباريات قويه ومهمه بنلاقي اجتهادات غريبة جدا وبتحصل خلال هذا التوقيت ومش في وقتها الحقيقة، لأنه مجموعة اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي حاليا هم اللي هيكملوا هذا الموسم. يعني إيه؟ يعني هل في حد هيمشي؟ ما حدش هينفع يمشي يا جماعة، لأنه بالعقل كده بالعقل لما يبقى فاضل لي على الدوري أو على نهاية الدوري شهرين كمان، هل من الممكن ان انا اروح ابيع واحد من اللاعبين الكبار اللي عندي؟ غير ان انا عندي بطوله كاس مصر، غير ان انا عندي السوبر الافريقي مع نادي كبير زي نادي الزمالك. هل في حد ممكن يفكر ان هو يبيع لاعبته في وسط هذه المعمعه؟ طيب هل من الممكن ان الاهلي يتعاقد مع لعيبه علشان ما يلعبوش معايا خلال هذه الفتره مثلا؟ هل ده معناه ان محدش هيمشي؟ لا طبعا، هيكون هناك جلسات مطوله ما بين مستر كولر وما بين كابتن خطيب خلال الفتره اللي فاتت زي ما حضراتكم عارفين. قبل ما الكابتن يسافر قعدوا قعده طويله جدا واتفقوا فيها على الخطوط العريضه لما سيحدث خلال الفتره القادمه، مين هيمشي ومين هيقعد وكلام من هذا القبيل. ولكن يعني الراجل لما اتكلم هنا ما اتكلمش في اسماء معينه ولا في اسماء محدده، ولكن هي خريطه عمل او خطه عمل للمرحله القادمه. يعني الاجتهادات على فكره هناك اجتهادات محموده، وانا هنا لا أعقب على اجتهادات الزملاء، كل واحد فينا من حقه أنه هو يجتهد، ولكن أنا بقول لحضراتكم الحقيقة والحمد لله والشكر لله خلال الفترة السابقة. الحمد لله والشكر لله دايما بتجدوا أن كلامنا احنا اللي بيتحقق. اتغلبنا 5-2 من سان داونز، جينا هنا في هذا المكان وقلنا لحضراتكم يا جماعة لازم نقف مع الفرقة. حضراتكم زعلتوا مني شوية وزعلتوا من البرنامج شوية، ولكن بعد كده كل الناس لما خدنا البطولة في النهاية كل الناس باركت لي وقالت لي احنا كنا لازم نسمع الكلام ده علشان
النادي الاهلي دايما بيعمل ايه؟ اذا كان هناك اخطاء فحضرتك كجمهور النادي الاهلي عارفها كويس جدا. ولكن ايضا انا متاكد 1000000% ان وانا قاعد مع حضرتك انا كمان عارفها. ومش انا لوحدي ولا حضرتك. كل المسؤولين عن كره القدم في النادي الاهلي عارفين هذه الاخطاء. عارفين مين اللي كويس ومين اللي وحش، وعارفين لما يقعدوا مع المدرب يتناقشوا معاه ازاي، وده اللي هيحصل الفتره اللي جايه. بالمناسبه كابتن خطيب مش موجود وتم الاعلان عن سفره، ولكن الكابتن خطيب ان شاء الله يكون موجود دائما. ربنا يديله الصحه والعمر. الراجل تعبان. في حاجات لو تاخدوا بالكم الفتره اللي فاتت كنت دايما اقول لحضراتكم ايه؟ يا جماعه انا في توقيت انا ببقى عارف حاجات كتيره جدا تخص الكابتن، حاجات شخصيه يعني ان هو تعبان او كذا او كذا، وما بنقدرش نطلع نتكلم فيها لان هو الكابتن بيمنعنا من هذا الامر. يا جماعه ما تتكلموش على تعبي، اتكلموا عن النادي الاهلي دايما. الكلام ده حقيقي يا جماعه، مش مجرد كلام بنطلع نقوله وخلاص. والله يا كابتن ما هو لازم ان الجمهور يعرف، لعل دعوه حد فيهم تخليك زي الفل. فاحنا بنقول لحضراتكم دلوقتي الكابتن خطيب تعبان ومسافر، فعشان كده ممكن يكون مسافر يحج وبعد كده يبقى، انا معرفش، انا بقول ممكن يكون مسافر يحج وبعد كده مسافر هنا مسافر هنا مسافر هنا يكمل مشوار علاجه. مشوار علاج صعب وطويل. احنا كنا موجودين وعارفين وشايفين الكابتن بيعاني ازاي، بنبقى جنبه وشايفينه بيعاني ازاي. فعشان كده برضو مرة تانية انا لا انكر الاجتهادات على حد، ولكن والله هل ينفع دلوقتي ان انا اتكلم عن انه فلان هيمشي وعلان هيمشي؟ لن يحدث هذا الامر الان. يعني الاجتهادات مش في صالح النادي الاهلي اطلاقا. انا هنا اللي عايز يجتهد يجتهد، هو حر، ولكن انا عارف ان كل الناس عايزه تعمل شغلها، ولكن والله للاسف معظم الاخبار هي اخبار غير صحيحه، خصوصا في جزئيه اللعيبه اللي هتمشي واللي هتقعد. لانه ببساطه مستر كولر الفتره القادمه، يعني انت عندك ال 28 يوم اللي جايين عندك 9 مباريات. هل مش هتحتاج كل اللعيبه؟ هتحتاج كل اللعيبه. انا مش عايز اقول اسماء عشان ما تقولوش ان الاسم ده هيمشي ولا هيقعد، ولكن مستر كولر زي ما حضراتكم شايفين محتاج كل اللاعبين، كل اللاعبين مش لعيب واحد فقط. مباريات متلاحمه اكيد هو في حاجه فنيه لجهود كل اللاعبين. فيا ريت ما نركزش في مثل هذه الامور وفي كل حاجه بتتكتب، لانه السوشيال ميديا كل واحد بيكتب اللي هو عايزه. صدقوني يعني مثلا اللي عايز اقوله لحضراتكم انه في حاجات بتحصل وبتتكتب والله كلها غير صحيحه. انا مش هقدر ارد على كلام كتير دلوقتي بيتقال، ولكن كله في الوقت المناسب هيتم الرد عليه حتى على قناه الاهلي، ولكن كله في وقته. يعني حاجات كتيره جدا 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 بتتكتب مش هقدر ارد عليها دلوقتي، ولكن هيترد عليها في وقتها. كل حاجه وليها وقتها، لكن دلوقتي وقت التركيز الاكبر والاهم هو الفوز بمباراة فاركو القادمة وما يليها من مباريات، التقدم نحو صدارة الدوري عن طريق الفوز بالمباريات المؤجلة لفريق النادي الأهلي. وهي دي مأساة كل موسم للأهلي بسبب ارتباطاته الكثيرة بالبطولات المختلفة سواء جوه مصر أو بره مصر. والجوه مصر بيبقى كل الأندية بتلعب بيها، ولكن بره مصر زي ما حضراتكم شايفين. فعشان كده بقول لحضراتكم والله ممكن يحصل ان يتكلم على ان فلان هيمشي ولا علان يمشي ويمشي، ولكن دلوقتي لا، مفيش حد. اسمعوا يعني الكلام المنطقي، بلاش الكلام اللي انا بقوله، الكلام المنطقي اللي بيتقال ان هو هل ينفع في 27 يوم ان انا امشي حد؟ هلعب فيهم 9 مباريات ان انا امشي حد؟ تحديات كبيرة جدا قدام النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وعايز أفكر حضراتكم بحاجة قبل بس ما أتكلم عن الموضوع القادم، لأنه موضوع مهم أيضا. ولكن حضراتكم فاكرين لما قالوا أن محمد مجدي قفشة اتخانق مع مستر مارسيل كولر ومسكوا في بعض وطلعوا بعد المباراة، قفشة راح لم هدومه ولم أغراضه اللي موجودة في النادي ومشي. طلعنا هنا مع حضراتكم وقلنا يا جماعه الكلام ده غير صحيح، وصدقوني ان الكلام ده غير صحيح، لانه ساعتها
وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام، انا اتصلت، عندي علاقه جيده بمستر كولر ودكتور خالد الجوادي، وعندي علاقه جيده بمحمد مجدي قفشه، كلمت ده وكلمت ده، ده قال لي ما حصلش وده قال لي ما حصلش. فطلعت مع حضراتكم قلت يا جماعه الكلام ده غير صحيح، انا متاكد ان هو ما حصلش، ولكن ساعتها يعني لما اتكلمت هنا واتكلمت هنا قالوا لي ايه يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ كنا بنتكلم في حاجات وخلاص والموضوع انتهى. وانا قلت لحضراتكم بتحصل ما بين المدرب واللاعب حاجات اكتر من كده بكتير جدا جدا، لانه جوه البيت الواحد الاب ساعات بيزعق لابنه وبيتخانق مع ابنه، طبيعي جدا ان احنا نشوف مثل هذه الامور. فعشان كده بقول لحضراتكم لا تنظروا لمثل هذه الامور، ولكن لمن يريد ان يجتهد عندنا زملاء الحقيقه محترمين كتير جدا جدا في كل المجالات، في كل الصحف، في كل المواقع، زملاء محترمين جدا جدا، كلهم من حقهم ان هم يجتهدوا. ولكن انا هقول لحضراتكم، او مش انا، قناه الاهلي هتقول لحضراتكم الحقيقه واضحه وكامله علشان تبقوا حضراتكم عارفين كل اللي بيحصل. عندك 29 يوم او 28 يوم فيهم 7 مباريات، هل ممكن ان انا امشي حد بالعقل؟ هل حضراتكم شفتوا بيحصل كده او قبل كده داخل النادي الاهلي؟ لا. هل ده معناه ان محدش هيمشي؟ لا، مليون في الميه. النادي الاهلي او الانديه الكبيره في العالم دايما عندها تجديد في كل مكان. هل ده معناه ان محدش هيجي؟ ممكن جدا النسبه الاغلب دائما ما تكون ان انت بتبقى محتاج في المكان علي معلول، وعلي معلول لو عندك 3 علي معلول هتجيب 3 علي معلول مثلا. انا بقول علي لانه مصاب لهذه الفتره. فعشان كده بقول لحضراتكم من فضلكم هذه الفتره لا تحتاج الا الى التركيز، نشوف الاجتهادات ونسمعها وكل حاجه، ولكن صدقوني لن يحدث شيء هذه الايام، لانه هذه الايام ايام الدوري العام المصري. ال 28 يوم، ال 29 يوم اللي جايين هي ايام الدوري العام المصري. فربنا يكرم ونساند وندعم فريقنا علشان نستطيع ان احنا نفوز بالدوري العام هذا الموسم. خلال الساعات الحاليه النادي الاهلي بيعيش حاله من الذكريات السعيده والفخر بالامجاد وما مضى من مباراه جميله جدا ورائعه جدا. من اهم النعم انك تكون اهلاوي، لانه انت دايما الحمد لله والشكر لله بتعيش ذكريات سعيده. النهارده يمكن ذكرى تتويج ببطوله غاليه وبنسخه افريقيه كانت صعبه جدا ولا تقل صعوبه عن النسخه اللي توج بها النادي الاهلي امام نادي الصفاقسي في هدف ابو تريكه اللي كان في الدقائق الاخيره على ملعب رادس. النهارده ذكرى التتويج بالنجمه الافريقيه ال 11 على حساب الوداد المغربي، الفريق الكبير الرائع اللي اقتنصها ابناء السويسري مارسيل كولر من اردار البيضاء براسيه ستخلد في التاريخ، وهي راسيه محمد عبد المنعم وعرضية ملك العرضيات والنجم الكبير علي معلول إن شاء الله يرجع بألف سلامة. الحمد لله السنة اللي جاية إن شاء الله زي السنة زي الوقت ده نحتفل بذكرى التتويج بالنجمة الـ 12 على حساب الترجي التونسي، ونقول إن رامي ربيعة أحرز الهدف. النهاردة بنحتفل بذكرى التتويج بالنجمة الإفريقية رقم 11. الحقيقة بطولة جميلة جدا. الحقيقة الـ 12 بطولة كلهم كل واحدة ليها رونقها وليها جمالها وليها حلاوتها. امبارح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتمد في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/2024 والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف. مرة تانية، لأنه الكلمتين دول مهمين جدا الحقيقة، وده كان اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي امبارح. في مجلس إدارة النادي الأهلي أمس اعتمد في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/24 والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع شركة استادات الوطنية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف. وكان المجلس قد اجتمع عصر أمس
الاثنين لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية. ده كان قرارات حدثت أمس بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. وبالمناسبة لأنه في ناس كثيرة بتتكلم في هذا الأمر، كابتن خطيب سافر، النادي الأهلي هو نادي مؤسسي. يعني إيه نادي مؤسسي؟ يعني نادي بيعتمد على أن هناك ملفات كثيرة جدا كل أعضاء مجلس الإدارة، كابتن محمود إدى لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة الملف، ملف خاص بكل ما يخص الأمر، مثلا هنعمل كذا الفترة اللي جاية من خلال الملف ده اللي هو كان أساسا منخرط فيه خلال الفترات السابقة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم، لأنه في ناس كتيرة جدا بتقول لي إيه أصل الكابتن خطيب سافر. طب ما كابتن خطيب رئيس النادي، وهناك أعضاء مجلس إدارة على أعلى مستوى وأعضاء مجلس إدارة محترمين، وكل واحد فيهم تقل كبير في مكانه كلهم، ومعانا إدارة تنفيذية محترمة جدا، إدارة الدكتور سعد شلبي، وبالتالي ولجان مختلفة زي الكلام اللي حضراتكم سمعتوه من شوية ده. اللجنة كانت مكونة من يوم 10/1/2024 خدت بعض القرارات، وهي هيكلة الأمور ما بين النادي الأهلي واستادات الوطنية زي ما حضراتكم سمعتوا كده في الكلام اللي قاله دكتور سعد شلبي امبارح واللي احنا بنقوله النهاردة لحضراتكم طول النهار. وبالتالي النادي الأهلي هو نادي مؤسسي، نادي لا يعتمد على شخص، لا يعتمد على فرد، ولكن كابتن خطيب هيبقى مطلع على كل الملفات كالعادة. ده الطبيعي يا جماعة، وده اللي بيحصل. فأنا مش عايز حضراتكم تقلقوا من حاجة، إن شاء الله كل حاجة كويسة، وما تقلقوش، الفترة اللي جاية فترة كويسة جدا جدا جدا. وكابتن الخطيب بيتابع كل الأمور، بيتابع كل الأمور، وكل حاجة بتوصل له أولا بأول. هو بس بيبقى مستريح شوية من الضغط العصبي اللي موجود، مش أكتر. إن شاء الله ربنا يرجحونا بالسلامة، إن شاء الله عندما يتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالرحلة هنقول لحضراتكم وهنعلن لحضراتكم كل هذه الأمور. تاني حاجة عايز أتكلم فيها، النهاردة اتغلبنا في السلة. أنا عندي كلمتين عايز أقولهم لفريق السلة. جمهور النادي الأهلي زعلان، مش هنقول الحكام كان ليهم دور ولا الكلام ده كله، مع إن أنا النهاردة تحديدا شايف إن أنا اتفرجت على المباراة كلها، الحكام ليهم دور، حتى لو كانوا من الإكوادور، حتى لو كانوا من كوالالمبور، حتى لو كانوا من أي مكان. ما بتكلمش على الحكام منين، وما بتكلمش عن ان هم كان ليهم دور، ولكن حضراتكم هذا الفريق اللي قدامي انا بقول لحضراتكم ان انتوا كنتوا كاسبين الاتحاد فارق كبير، وكنتوا افضل من الاتحاد في كل حاجه. امبارح لما كان معايا فتيات الذهب في الكره الطائره قالوا لي احنا قصرنا واحتفلنا بدري لما كنا كسبانين 2-1 في البطوله اللي خسرناها. فحضراتكم النهارده احنا زعلان، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر المباراتين القادمتين ان انتوا تكسبوهم. هذا الجيل من اللاعبين جيل رائع، ومعاهم مدير فني رائع، وعملوا انجازات كبيره جدا جدا جدا. ما تضيعوش بطوله زي دي، ممكن جدا نكسبها. مش هقول حكام، على الرغم من ان انا شايف ان الحكام كان لهم دور سلبي في النهارده مباراه النهارده، ولكن مش هتكلم عن هذا الامر، هتكلم عننا احنا، عن النادي الاهلي. مره تانية، هذا الفريق كل جمهور النادي الاهلي ينتظر من هذا الفريق ومن مديره الفني الفوز بهذه البطوله ان شاء الله في المباراتين القادمتين. النهارده كانت الشوط الرابع اسوأ من جيم 1. النهارده الشوط الرابع اسوأ من جيم 1 اللي احنا خسرناه. لكن جيم 2 مثلا انت كويس جدا 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 طوال المباراة بالكامل، باستثناء الخمس دقايق الأخيرة واللي قرب فيها الاتحاد منك، الجيم 2 يعني. النهارده كان جيم 3 أنت كويس وفارق في كل الأوقات، من أول المباراة. الشوط الثاني الكوارتر الثاني الدنيا قربت شوية، ولكن الكوارتر الرابع نادي الاتحاد عداك. الجمهور المحترم اللي واقف بيشجعك، وأنا هنا رسالة للاعيبة النادي الأهلي اللي موجودين، شدوا حيلكم الماتشين اللي جايين، كل جمهور النادي الأهلي هيساندكم وهيدعمكم، ومحدش يقول لي حكام، ومحدش يقول لي مش عارف إيه، على الرغم من اقتناعي إن في مشكلة النهارده في التحكيم، هتكلم فيها بعدين. ولكن المجموعة اللي موجودة قدامنا دي، إحنا كلنا متأكدين إن هم أفضل لاعبين موجودين.
ان شاء الله ربنا يكرمكم في الماتشين اللي جايين، وزي ما حضراتكم شايفين على قد ما بنقدر بنحاول نذيع لحضراتكم كل المباريات طالما هذا الامر متاح، والمباريات بتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين. ارجو من كل جمهور النادي الاهلي اذا كان يحق للجمهور التواجد في المباراه القادمه ان شاء الله يكون موجود اعداد كبيره لمسانده هذا الفريق اللي عمل انجازات كبيره جدا جدا في الاربع خمس سنين الاخيره مع مديرهم الفني اوجوستي، اللي ايضا عامل شغل رائع جدا مع اللعيبه. وعايزينكم سواء مدير فني او لاعبين تركزوا اكتر واكتر في الماتشين اللي جايين، الماتشين اللي جايين ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز بيهم، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز ببطوله سوبر الدوري زي ما حضراتكم شايفين 2-1 في البيست اوف 5 لصالح نادي الاتحاد السكندري. بس حبيت ان انا اتكلم بسرعه عن مباراة الاهلي والاتحاد النهارده، والمباراه اللي جايه ان شاء الله هيكون لينا كلام اكتر. والحقيقه قبل بس ما اروح برضو عشان استقبل النجم الكبير كابتن ربيع ياسين في اولى فقرات البيت الكبير النهارده، انا عايز اقول كلمتين ونسجلهم من دلوقتي اهو، عشان هيجي وقتهم. يا سمير لو سمحت سجل لي الكلمتين دول وخليهم على جنب. انا عايز اتكلم مع حضراتكم عن التحكيم المصري في مباريات الدوري اقصد، لانه الفتره اللي فاتت وخلال انشغال الدوري او خلال انشغال النادي الاهلي بخوض مباريات بطوله دوري ابطال افريقيا حصلت كوارث تحكيميه محدش خد باله كتير منها، لانه كلنا كاهلاويه مشغولين باللي عندنا، محدش اتكلم عنها لانه حصلت ومحدش اتكلم عنها، معرفش محدش اتكلم عنها ليه، ولكن احنا طبعا مشغولين واقفين ورا نادينا، عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا عايزين ناخدها عشان نروح نلعب في كاس العالم تاني وكالعاده نعمل كذا ونعمل انجازات لكن انا بسجل اهو من دلوقتي المرحله اللي جايه الاهلي مركز في بطوله الدوري خلاص. يعني ايه؟ يعني مفيش مجال للاخطاء التحكيميه. مفيش مجال للاخطاء التحكيميه. ولا عند النادي الاهلي ولا عند الفرق الاخرى. الفرق الاخرى اللي بتنافس النادي الاهلي والله اخدين اكتر من 6 نقاط بسبب اخطاء تحكيميه واضحه. مش هتكلم هنا انه احنا حد عايز ياخد الدوري يوديه في حته، لا 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 لا، مش هقول الكلام ده خالص. ولكن هقول ان يجب على التحكيم المصري الحكم بعداله في كل المباريات الفتره القادمه. خلاص؟ لانه ابتداء من الاسبوع اللي جاي انا هجيب لحضراتكم الكوارث اللي حصلت بعد العيد بقى ان شاء الله، نجيب لحضراتكم الكوارث اللي حصلت خلال الفترة السابقة والنادي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا. كل حاجة عندنا موثقة. فالمرحلة اللي جاية احنا ان شاء الله مركزين في بطولة الدوري، يعني مفيش مرة تانية، مفيش مجال للأخطاء التحكيمية ومفيش مجال للمجاملات لأي فريق من الفرق اللي موجودة، ولا في مجال للاحتواء ولا للهفوات التحكيمية. في حاجة تانية ناقصة؟ أتمنى من الجميع أن يراعى ميثاق العدالة والنزاهة التحكيمية، لأن المنافسة شديدة. عايزين نتفرج على كورة ما بين الأهلي وما بين بيراميدز والزمالك والفرق اللي بتنافس والمصري والفرق اللي بتنافس، عايزين نشوف كورة بعيدا عن الاحتواء، المجاملات، الهفوات. عايزين نتفرج على كوره، نقول ان بيراميدز النهارده عاملين ماتش حلو، الاهلي عامل ماتش احلى، ده لما يلعبوا بعض تبقى ماتش نقعد نتفرج عليه ونستمتع بالتكتيك اللي فيه، ونستمتع باللاعبين اللي موجودين هنا وهنا. في بيراميدز، في الزمالك، في المصري، في اي حد. لن نحتمل اي اخطاء. لن نحتمل أي مجاملات، أنا بقول أهو من دلوقتي، ولو سمحتوا سجلوا هذه الكلمات، لأنه للأسف أنا عارف إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية، وبتمنى إن ظني يخيب، وأن يكون هناك عدالة تحكيمية. ولكن زي ما بيقولوا يعني، اللي ربى خير من اللي اشترى. بقالنا فترة بنعاني من مثل هذه الأمور. فكل اللي أتمناه إن شاء الله ربنا يكرمنا
انا اثق في فريقي وعارف ان انا عندي فريق افضل فريق في مصر، افضل فريق في افريقيا. ان شاء الله ربنا يكرمنا وتكون العداله التحكيميه متواجده للنادي الاهلي ولكل الفرق، ولكل الفرق، هو ده الاهم خلال هذه الفتره. خلونا دلوقتي نروح لجوله في اخر الاخبار المحليه والعالميه، ومن بعد هذه الجوله فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن ربيع ياسين، هنتكلم معاه في منتخب مصر واربع نقاط من ست نقاط استطاع ان يفوز بهم كابتن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني مع منتخب مصر، راي كابتن ربيع ياسين فيما يحدث، ايضا عوده الدوري العام المصري وبدايه مباريات النادي الاهلي يوم الجمعه القادم ان شاء الله ومباراة فاركو. هنتكلم في كل هذه الأمور، ولكن نطلع نشوف تقرير آخر الأخبار المحلية والعالمية وفاصل، وبعد الفاصل نجم الكبير كابتن ربيع ياسين في ضيافة البيت الكبير. استأنف المارد الأحمر تحضيراته لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن مباراتهما المؤجلة من الجولة 11 للدوري الممتاز، في الوقت الذي أدى فيه علي معلول جلسة في الجيم ضمن برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له. حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على استقبال بعثة منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن عقب الوصول إلى القاهرة مباشرة بعد التعادل بهدف أمام غينيا بيساو ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتمديد عقد نجمنا المصري محمد صلاح لمدة موسم آخر. من جهته امتدح أسطورة برشلونة السابق أندرياس أنيستا محمد صلاح، وأشار إلى أنه يتفوق على الكثير من اللاعبين من حيث الجودة والقوة. أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبار استقالته من منصبه كمدير فني للمنتخب السوري عقب الخسارة من اليابان بخماسية في الجولة الأخيرة من التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وبات منتخب سوريا بعد الخسارة القاسية على مشارف فقدان كامل فرصته في الوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم. أعلن نادي بنياس الإماراتي توجيه الشكر لمدرب فريقه الكروي السلوفيني داركو ميلانيتش على الفترة التي قضاها مع الفريق خلال الموسم المنقضي، وتمنى له ولجهازه الفني التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة، وذلك بعد الإخفاق مع الفريق الذي كان قريبا للغاية من الهبوط إلى دور الدرجة الأولى. حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي رقما مميزا في قائمة جديدة ببطولة الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث جاء قميص ميسي في مقدمة القمصان الأكثر مبيعا هذا العام بالبطولة، فيما حل زميله في الفريق المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز بالمركز الثاني، ولاعب وسط فريق سنسناتي لوتشيانو أكوستا في المركز الثالث. أكدت تقارير صحفية أن كولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي وجه ضربة قوية لأحلام برشلونة خلال الميركاتو الصيفي من أجل دعم مركز الجناح الأيسر في حال بيع البرازيلي رافينيا هذا الصيف، حيث أكد دياز أنه سعيد جدا في ليفربول وأنه لا يفكر في أي شيء آخر، ويرتبط لويس دياز بعقد مع نادي ليفربول حتى صيف 2027. أعلن نادي لاتسيو الإيطالي تعيين ماركو باروني مدربا للفريق خلفا للكرواتي إيغور تودور الذي فسخ عقده الأسبوع الماضي بعد 3 أشهر فقط على تعيينه، قاد فيه لاتسيو إلى المركز السابع. أعلن نادي نورنبرغ الناشط في دوري الدرجة الثانية الألمانية رسميا تعيين الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزا الهداف التاريخي لكأس العالم مديرا فنيا جديدا للفريق،
وتعتبر هذه هي المرة التدريبية الأولى التي يقود فيها كلوزا فريقا داخل ألمانيا. وقال كلوزا في تصريحات له: التقاليد والشغف والعمل الصادق والمشجعون العظماء، كل هذه الأشياء أحبها في كرة القدم وأحبها مع نادي نورنبرغ. لهذه الأسباب وافقت على تدريب نورنبرغ فورا. قرر منظمو كأس بطولة أمم أوروبا يورو 2024 تكريم أسطورة وأيقونة كرة القدم الألمانية الراحل فرانز بيكنباور، ومن المقرر أن تحمل أرملة الراحل كأس يورو 2024 إلى أرض ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، الذي يستضيف حفل افتتاح المسابقة القارية يوم الجمعة المقبل. أعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بداية العد التنازلي قبل عامين بالتمام والكمال على ضربة بداية كأس العالم 2026، والتي ستنطلق يوم 11 من يونيو من ملعب أستيكا بمدينة مكسيكو سيتي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. خلوني أرحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقرة، النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. ازيك كابتن؟ كابتن أخبار حضرتك الحمد لله. أسلام مشرف ومنور. كل سنة وحضرتك طيب. طيب موفق دايما. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك يا أسلام. كابتن خليني هنتكلم الجزء الأول عن منتخب مصر، والجزء الثاني إن شاء الله عن عودة النادي الأهلي للمباريات المحلية ومباراة فاركو. الجزء الأول منتخب مصر في مباراتين أمام بوركينا فاسو وأمام غينيا بيساو. المباراة الأولى استطاع أن يفوز المنتخب على بوركينا بهدفين مقابل هدف، ولكن الأداء لم يكن جيدا في الشوط الأول. الشوط الثاني أو العكس، أنا آسف، في الشوط الثاني في مباراة بوركينا. في مباراة غينيا الشوطين العكس مش كويسين، ولكن الشوط الأول سيء جدا، الشوط الثاني أفضل شوية. ما هو احنا طموحنا اقول لك ايه، المهم حققنا اللي احنا عاوزينه، خدنا الثلاث نقاط اوكي في الماتش الاول. الماتش الاولاني الماتش الثاني لك احسن من هزيمه نقطه واحنا في الصداره، ده طموحنا. مع خلي بالك يا استاذ بالورقه والقلم، انت لما يكون عندك منظومه، احنا نفسنا المنظومه تشتغل لمده 4 5 6 8 سنين جماعيه، الهدف اللي جنبها يكون جماعي، النتيجه جماعيه. احنا بنخطط وبننظم عشان نلاقي منتخب في كاس العالم يعمل ايه في كاس العالم، مش نوصل كاس العالم. احنا بنلاعب فرقه اول امبارح تعداد سكانها يا جماعه 2 مليون نسمه. غينيا بيساو طبعا ادي واحد، بوركينا فاسو 20 مليون. احنا يعني انت ضعفهم 5 مرات. ده بوريك الفرقه اللي بتنافسها، وبعدين تلاقي الناس ماشيه بنغمه سير مباراة فني، مفيش أساس سير مباراة، وفي أرقام وفي إحصائيات. هنا كابتن في بوركينا تحديدا، كابتن حسام قال إنه مثلا بوركينا جماعة فيها 27 لاعب محترف. مش مشكلة أصل أنا بالمحتمل، طب إحنا في 6 و8 و10 كسحنا كل المنتخبات اللي وصلت كأس العالم بالمحترفين. صح. بدون لاعب محترف. صح. مش شرط، هو أنت عشان عندك، هم عندهم مساحة كبيرة جدا من الصغر في موضوع الإحتراف وبسهولة يا إسلام. صحيح. إنما إحنا عندنا مشاكل في الإحتراف. بتطلع كان لو احنا من الثمانينات عندك احتراف، احنا سنه 90 احنا متاخرين جدا، وفي نفس الوقت عندنا حاجات بتعوق ان اللاعب من صغره يطلع بره. اوكي. انما هم بسهوله خالص بيطلع بره. يطلع يمشي. فالمشكله كبيره جدا. انا نفسي النهارده الاقي منظومه كامله متكامله في ناس مسؤوله بتخطط وتنظم صح، هو ده طموحنا كمصريين. طموحي انا بقاعد طموح انك انت توصل لكاس العالم، وهنوصل ويا رب نوصل. يا سيدي انت هتوصل كاس العالم، هنوصل يا اسلام في ظل الظروف دي، انك 9 فرق من افريقيا ونص مش هنوصل. مصر اللي تعداد سكانها 110 مليون اللي هي اكتر بلد واخده امم افريقيه، اللي فيها النادي الاهلي وبعده الزمالك، فيها اسد افريقيا، ده انا باخد 9 10 من ال 11 من النادي الاهلي واكمل بين باقي الانديه واكسح اي فرقه يا اسلام. طبيعي جدا. اللي اقصده ان احنا في النسبه للماتشين مفيش يعني سير مباراه، مش هنظلم المنتخب ولا نظلم حسام عنده المفروض كتير اللي منتظرين منه، انما الماتشين دول فيهم اجتهاد فردي، شغل فردي، لان المسافه صغيره. وفي نفس الوقت لو انا مسكت ورقه وقلم وعملت احصائيات وعملت سير مباراه في ماتش بوركينا فاسو الاولاني، زي ما حضرتك قلت الهدفين والشوط الاول بالكتير،
الشوط الاول كان ممكن لينا بينالتي وممكن الشوط الثاني ما فيش حاجه خالص، ما وصل يعني ما فيش حاجه خالص مع فرقه ما وصلتش الشوط الثاني، قصدي مع فرقه برضو مش الفرقه ما فيها محترفين. متخيلين ان هي كانت، احنا كنا متخيلين ان هي افضل من كده، حتى لما اتكلمت مع حضرتك قبل كده قلنا ايه طبعًا. المنافس الاول لمصر، وحضرتك حتى انا فاكر قلت لي اه هينافسونا وكل حاجه بس احنا افضل منهم من بكتير. هنا هنوصل واحنا لا وحضرتك قلت لي يعني افضل من ساعه، ده الكلام ده من اخر مره من شهر لما ظهرت المجموعه، لما ظهرت المجموعه خد بالك يا كابتن اسلام. فاللي اقصده هو شغلنا الشاغل يا اسلام ان احنا نوصل كاس العالم ولا بعد كاس العالم، احنا هنوصل بفضل الله. احنا ما عملناش حاجه وبالمستوى ده وبفنياتنا وبالتخبيط وتغيير المدربين وتغيير الاداريين وتغيير مش عارف ايه، وكله يسعى على اللقطه يقعد عاوز اللقطه. احنا مشكلتنا اللقطه، هنا مش مشكلتنا الشغل، الشغل عشان مصر، الشغل عشان المنتخب، الشغل عشان احققها والاقي فرقه كبيره تلفت الانظار وتحقق في كاس العالم. هو طموحنا يا اسلام في كل في ظل ظروف الدوري القوي والارقام الكبيره دي كلها ان انا اوصل كاس عالم. انا قلت لك هنا احنا عاوزين بعد كاس العالم من هنا لما القرعه جت تيجي للماتش الثاني. طب انا قلت لك تعداد سكانها 2 مليون نسمه غينيا بيساو يا كابتن اسلام. فاللي عملنا ايه؟ الشوط الاولاني طبعا زي ما انت شايف، الشوط الثاني قدرنا الشوط ما فيش، الشوط الاول كان يعني كانه منتخب ما راحش، خلينا واقعيين وبنتكلم بما يرضي الله، احنا كلنا في ظهر حسام وكنا حسام عاوزين يكسب وحسام يبقى موجود وربنا يكرمه وده في ظهره اكيد اكيد، بس بنتكلم على سير المباراه فنيه. احنا الشوط الاول ما فيش، كل واحد له الحق ان هو يتكلم فنيا طبعا. طبعا احنا بنحب بلدنا وعاوزين بلدنا تحسن بلد في الدنيا، فبنتكلم فنيا. انت بتسالني دلوقتي فنيا مفيش حاجه. فالشوط الثاني طبعا احسن مع تغييرات مع ومع ذلك اتفرج على الشوط الثاني. لو انت غيرت الشكل الخططي بالنسبه لتحركات لعيبه كان ممكن تكسب 2 و3 و4. ايوه لانه كان، ما هي دي المشكله يا كابتن، انه احنا كنا شايفين طب بوركينا عندهم واقفين وبيدافعوا عندهم شكل شويه يعني شويه شويه على رايك شويه شويه، لكن غينيا يا كابتن يعني مش عارف اقول ايه والله، ولكن غينيا فريق ده بيطلعوا من السكس يارد يا اسلام. لسه كنت هقول لحضرتك لا كمان يا كابتن تنظيمهم الدفاعي وهم واقفين فيها يعني، واحنا قاعدين مش انا حضرتك اي حد يعني حد بيفهم اي حد هيفهم في الكوره هيبقى شايف ان هناك هفوات، لكن معلش خلينا برضو نوصل لاقصى حاجه في هذا الامر، بمعنى انه احنا لعبنا مباراه الخميس ريحنا الجمعه سافرنا السبت مشوار حوالي 7-8 ساعات ماشي. في اجواء غريبه ماشي. واجواء صعبه ماشي. يعني بحاول الاقي اي حاجه. كل افريقيا كده كل افريقيا كده وكل العالم كده دلوقتي في 24 وكل العالم كده كل التيام على ريال مدريد على برشلونه على 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 كل المنتخبات كل كمان منتخبات اهو هيلعبوا اولمبياد. ده نظام جديد من الاتحاد الدولي، وبعدين يكفي الاتحاد الدولي ان جابنا افريقيا كلها، كل افريقيا دلوقتي بتلعب تصفيات. دي حقيقه. كنت يعني احنا سنه 90 يا كابتن اسلام 2 من افريقيا خد بالك، دلوقتي 9 ولا 9 ونص كمان خد بالك. فاللي اقصده فريق غينيا بيساو النص ده يا جماعه معلش عشان بس اللي اللي فيه حد مش ما يبقاش سمعنا او مش فاهمنا او مش ما سمعش قبل كده، النص ده يعني هتروح تلاعب فرقه او منتخب تاني صعد من حته تانية ناسي. فده معناها ان ممكن انت اللي تصعد وممكن هو اللي يصعد فتبقى ومن قاره تانية، فممكن جدا ده النص يعني عشان بس ما حدش يقعد يتريق ويقول لك ايه النص اللي بتقوله ده. واخد بالك يا كابتن اسلام الفرقه امبارح انا بقيت واقف في اخر صح 7 دم اضغطوا اضغط يعني هتاخدها. ناصر ماهر الحقيقه نزل 5 دقايق تقريبا 10 دقايق اه الكره اللي خدها وراح بيها جون كان لازم ينزل بدري شويه، لازم ينزل بدري كان كويس. رائع امبارح الحقيقه. فانا قصدي يا اسلام بيحضروا، مفيش النهارده عقليه تقول لي قدام منتخب مصر بقدراته وفي محمد صلاح وفي تريزيجيه وفي مصطفى محمد وفي 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 احضر من 6 يارد، ده بيحضروا من 6 يارد وبيرجعوا لحارس المرمى. قلت لهم اضغط هتجيب، بقيت واقف اضغط والله هجيب كده، وفعلا كنت وبعدين رجع كرة للجول والجول عشان يسندها يخليها 3 متر قدامه. يا جماعه يا جماعه يا جماعه في التصفيات دي كمان ان انت تضغط هنا طبعا يا كابتن اغير والعب باتنين روس حربه واروح هجيب جول، انا عاوز اجيب جول خد بالك، اجيب جول اكسب بيه 3 نقاط طبيعي جدا. لما ضغطت شفت بيقف اخطاء كتيره جدا وعندهم ميس باص من غيره، ده بيقول لك بيحضر من 6 يارد طبيعي جدا في اخر دقايق. انت دلوقتي النتيجه 1-1 مش هتعرف تسال 1-1 قدام مصر صح. هو بقى ايه بيبتدي يا عم طلع فرقتك ولا واحده طويله لقدام صحيح لا وفضل دقيقتين ثلاثه. فكابتن اسلام بالله عليك انا مش عاوزين نتكلم بواقعيه اتكلم احنا هنفضل يا كابتن اسلام
بنقول احنا هنوصل ولا مش هنوصل. يا جماعه حرام عليك، الملايين اللي بتهدر دي كلها يا جماعه، الملايين اللي بتتصرف النهارده، الامكانيات احسن، الظروف احسن، الحياه احسن، اللعيبه النهارده بفضل الله تعالى ظروفها بفضل الله عشان تدي احسن طبعا. احنا لازم نبص على انجاز في كاس العالم بفضل الله. احنا مش المغرب ده خلي بالك مش احسن مننا، الفرقه الثانيه مش احسن مننا بفضل الله تعالى. شمال افريقيا بتعمل 100 مليون حساب لمنتخب مصر، افريقيا كلها لمنتخب مصر، لأن منتخب مصر فعلا يملك القدرات ويملك كل حاجة يا كابتن إسلام. احنا عندنا بفضل الله أجيال ورا أجيال ورا أجيال ورا أجيال، بس الناس تركز، بس الناس تخطط، بس الناس نظام، بس الناس تستقر. فاحش النهارده غير من المدرسة 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 في 4 سنين، ده مهم جدا. خلينا واقفين ورا كابتن حسام لغاية لما ان شاء الله حسام هيوصل. احنا في ظهر حسام، حسام ده ابننا واخونا وحبيبنا وراجل مننا، لازم نتمنى له كل التوفيق، وحسام هيوصل بمشيئة الله تعالى. بس لازم يا حسام تتقبل، ولازم تتحاور، ولازم تتشاور، لازم احنا بنحبك، ولما بنتكلم في سير مباراة فني ليك وعليك بكرة وغير الكرة. عملنا ايه ومعندش. بس هل انت كابتن، انت واحد من القريبين جدا، وكان هو كابتن حسام اصغر منك شوية ولكن جيل يعني حضرتك كنت كابتنه، فكابتن حسام هل من المدربين اللي ممكن حد من اللاعبين يرفض ان هو يطلع من الملعب ويسكت، ولا هيطلع يقول؟ لا هيطلع يقول. حسام المفروض شخصيه قويه. انا من وجهه نظري الشخصيه رقم واحد بالنسبه للمنتخب، وبعد كده اخش على الفنيات. لان انت بتشتغل مع نجوم، وفي نفس الوقت مفيش حد اكبر من منتخب مصر. صحيح. لو انا ماسك المنتخب اقسم بالله اللاعب اللي ما هيسمح كلمه هيشم منتخب مصر. لان انا الكوتش وانا اللي اقول، وانا شايف وعندي نظام لعب وعندي اسلوب لعب وعندي 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 خارج ارض وداخل ارض، وعندي ترتيب وعندي طموح وعندي حاجات كثيره جدا، وعندي سياسه وفلسفه لازم اشتغل بيها تمشي على الجميع من اول اكبر اسم لاصغر اسم. هو ده منتخب. انا ليه بسال كده؟ لانه امبارح اتقال ان محمد صلاح، انا شخصيا ما صدقش ان ده يحصل، ولا من محمد، ممكن محمد يزعل يبين زعله. لا صح. وحضرتك عارف ان في لعيبه كتيره بتعمل كده، وممكن المدير الفني يديهم على دماغهم شويه بكلمتين، بخصم بكلمتين كده بكلمتين كده، لكن محمد ان هو لو طلب منه ان هو يطلع هيطلع، ولكن هيبين لك ان هو زعلان ومتضايق لو هيطلع. لكن انا لما بصيت على الموضوع من الناحيه الفنيه كابتن، ما اعرفش حضرتك معايا في الامر ده ولا لا، هو انا لما اجيب مصطفى فتحي وناصر ماهر وانا ما عنديش في الملعب حد بيلعب راس حربه غير محمد صلاح، هل ينفع ان انا اطلع محمد صلاح؟ انا لما بصيت لها فنيا شفت ان هي ما ينفعش تحصل من الناحيه الفنيه. من الناحيه الفنيه من وجهه نظري انا، محمد صلاح طول ما هو في الملعب ما يتغيرش. صح. وخاصه قدام القدرات الضعيفه، الوحيد اللي ممكن في اي لحظه يرجع لك الثلاث نقاط محمد صلاح. هو اللي عمل كده. وهو امبارح بص في اي لحظه حتى لو على الواقف، حتى لو هو بعيد، حتى لو هو بالنسبه للاجواء بتاعت افريقيا. محمد صلاح نجم كبير جدا، وانا اعتقد ان محمد صلاح يعني مفيش حاجه اسمها تعالى ويرفض ابدا. صلاح نجم كبير. وانا بقول كده برضو الحقيقه، لانه محمد لا مش بتاع لا 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 يعني لا يبين لك ان هو زعلان متضايق، في لعيبه كتيره بتعمل كده، لكن ما اعتقدش ان هو ممكن يعمل كده. وبعدين انا مش عارف هي الاخبار دي الغرض منها ايه يا كابتن ربيع. برضو معلش احنا ممكن جدا ننتقد كابتن حسام من الناحيه الفنيه، وزي ما حضرتك بتقول وزي ما انا بقول وكتير بنقول عادي مفيش مشكله، ولكن ان تظهر مثل هذه الاخبار في وقت صعب جدا قبلها بيومين ثلاثة، يطلع واحد يقول لك ايه اصل مصطفى شوبير رفض يقعد لما عرف ان هو ثالث بعد الشناوي ومحمد عواد، فبرضه كلام لا 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 طبعا ما احنا متاكدين ان هو لا، لكن طبعًا. انا بقول لحضرتك هو في مصلحه مين ان الكلام ده يطلع كلام؟ هو طبعا يعني المفروض ده ما يبقاش موجود الكلام ده. سياسه منتخب مصر، مصر فوق الجميع، المصلحه رقم واحد طبعا. نفس الوقت شخصيه المدرب مع الجميع تبقى واضحه وصريحه. اتكلم معاهم يا كابتن اسلام 1 2 3 4 قبل المباراه وبعد المباراه وقبل المعسكر واثناء المعسكر والحاجات دي كلها، وبحط خطوط عريضه واحط نظام واحط واقعد مع الجميع. بالك مدير الفني مدير المنتخب لازم يبقوا قوي جدا، وفي نفس الوقت صراحه، وفي نفس الوقت ما فيش عندي حاجه اخبيها. صلاح امتى اغيره وامتى ما اغيروش؟ صلاح ده كابتن منتخب مصر، وانا اقول ان صلاح كذا كذا اوضحها للجميع. فهو ده، انما هنفضل بقى نرغي ونتكلم. واضح للجميع ان هو كده كده موجود وعمره ما هيطلع. طبعا انا حسب ده وجهه نظرك. انا لو ماسك المنتخب صلاح ده كابتن منتخب مصر مش هغيره خالص، مش هغيره الا لما يكون عنده حاجه اصابه. ليه يا كابتن اسلام؟ صلاح الواقف، ونقعد نحسب بالورقه والقلم مفاتيح اللعب اللي عندي والحلول اللي عندي
رقم واحد فيها صلاح ورقم اثنين فيها صلاح ورقم بعد كده خد بالك شوف بقى مصطفى محمد شوف تريزيجيه وشوف شوف هو صلاح ما هدفش في الماتش اللي انت اركينا فيه لكن وجوده كان مهم جدا يا كابتن اسلام هو اللي عمل الجول الاولاني صلاح وجوده مهم بيشغل لك ما هو النهارده لما يكون صلاح مش موجود عشان لما بقول كده الناس تقعد تقول لي يا عم يعني انت تقول لهم يا جماعه والله مجرد وجوده في الملعب هتلاقي انا عشان لعبت في المكان ده وحضرتك لعبت فحد هتلاقي ما يبقى حد لعيب جامد بتعمل ايه طبعا لازم تبقى دايما وانت طالع تهاجم يعني ايه مقلق ان الكره لو جت في ثانيه هياخدها ويروح بص امبارح يا كابتن اسلام انا مثلا انا خلال سير المباراه الفني في 3-5 كورنر طول المباراه 5 كورنر 3 لفريق بيساو واثنين لمنتخب مصر في كورنر الشوط الاول وكورنر الشوط الثاني يبقى انا بالورقه والقلم لما امسك منتخب مصر دخل ال 18 بتاع الفريق المنافس كذا مره كم مره نحسبها بالورقه والقلم صلاح دخل كم مره وضيع كم صلاح لما وافق امبارح بوحشته دي وهو كان سجل هدفين ثلاثه صحيح وهو اخطر واحد الكره اللي عملت والجون اللي جابه والكره الثالثه والجون اللي جابه ده ما يجيبوش غير صلاح من غير صلاح خد بالك فالقصود صلاح صلاح وجوده مهم جدا تريزيجيه وجوده مهم جدا تريزيجيه مهم جدا في لعيبه مهمه جدا مصطفى محمد لو مصطفى مكمل امبارح كان ممكن يسجل خد بالك القصود يا كابتن في لعيبه لا غنى عنها في منتخب مصر حتى لو هي ايه بالظروف بتمر بظروف حراره اجهاد خد بالك استشفاء حاجه طبيعي جدا فبالنسبه للماتشين انا من وجهه نظري ان خدنا اللي احنا عاوزينه 4 نقاط ب10 نقاط تصدر المجموعه اللي بعد 5 نقاط تقريبا 6 نقاط اللي بعد بيساوا 10 غنية هم 6 فرق 4 نقاط وبيركونا فيسك 5 يعني بيني وبينها 5 احنا نكسب ماتش بامر الله جاي نوصل كاس عالم فاحنا عاوزين يا كابتن سليمان واقعيين وعاوزين الاعلام وعاوزين الناس وعاوزين الجمهور وعاوزين كله يتعاون في نفسه حسام يبقى همه ان يشوف فرقته اللي هتلعب بيه كاس العالم النهارده عندك فرصه كبيره جدا انك تقعد تشوف تختار تفرق بين اللاعب الدولي واللاعب المحلي وده مهم جدا انك هتلعب في كاس العالم هتروح تلعب في كاس العالم عندك كاس العالم وعندك امم افريقيا وده تحدي غير هو ده التحدي ان انا في كاس الامم نفسه مش التصفيات احنا هنوصل كاس عالم وهنوصل كاس امم ان شاء الله لكن ان شاء الله طبعا باذن الله لكن يا كابتن اسلام احنا هنعمل ايه في امم افريقيا هنعمل ايه في كاس العالم هنعمل في كاس العالم هو ده الكلام لما اتكلمنا على معلش اتكلمنا قبل كاس العالم اللي فات ده قلنا فيدوريا كسر الدنيا وعمل وقلت لكم يا جماعه ماشي المهم عشان تحكم على الراجل ده في كاس الامم صح هو ده الكوتش الكبير يا كابتن اسلام فالقصود هو التحدي فانت عندك مش عاوزين نظهر بس ساعتها قلت لي كيروش حتى افضل من فيتال طبعا ده من احسن المدربين اللي جم في خلال السنه لان هو عنده شخصيه صنع في مدرب يجي لك يصنع تيم ويصنع نتائج ويصنع اسلوب ويتلاقيه في موجود في بمناسبه الصناعه هل تعتبر ان كابتن حسام من امبارح صنع احمد مصطفى زيزو في الباك اليمين؟ لا هو حسام لسه ما صنعش احنا منتظرين حسام انه يصنع ده تغيير خلي بالك فيها ريسك يعني لو انت بتلعب فرقه جديده كان ممكن وزيزو عمره ما لعب باك رايت زيزو افضل له واحسن له خد بالك ان يلعب في الخط الامامي على قدام يعني زيزو عنده ثوابت وعنده تحركات بس هي اجاد فيها امبارح اجاد ما عشان انت ما عندكش فرقه يا اسلام تعدادها 2 مليون يا اسلام يعني يعني عشان نبقى اتكلمنا فنيا برضه يا كابتن يعني وانا حسام ده اخويا وحبيبي وابراهيم ده اخواتي وفي ظهرهم والله وهيوصلوا زي الفل لكن اما بتكلم بفنيا عشان قادم انما زيزو لو بتلاعب النهارده وبيلعب عليه ونج واخد بالك ومن الفرق الكبيره التصنيف الاول هو ما كانش يعمل الماتش سهل امبارح يا اسلام الماتش كان فيه اخطاء بالجمله بالنسبه للفريق المنافس وقفته مش مظبوطه رصيته مش مظبوطه ما عندوش ترابط ما عندوش تحول بيلعب بعشوائيه والله حتى جول اللي جه فينا بفضل الله تعالى كوره بعشوائيه اتخبط في رامي لا جول شكرا انما يا اسلام بتكلم على شكل خططي بكوره من غير الكوره شوف رصيته امبارح بقول لك في فرقه تبتدي تصنع هجمه من السكس يارده ورجعها للجول مانشستر سيتي بس اللي بيعمل كده ده دي مانشستر سيتي اللي طمع كل الناس يا اسلام انا بعمل شغلي حسب قدرات مختلفه برافو عليك قدرات مختلفه ده حتى بفاجئ النهارده يعني هو انت دلوقتي واحد وخلاص وبتفنش لو ايه واضحه جدا يا كابتن ان غينيا اقل من منتخب مصر يعني بكتير يعني غينيا بيساوي يعني اقل منتخب مصر فرق كبير بكتير جدا يا اسلام بكتير فعلا وبيلعب بنفس الطريقه بكتير بنفس وده في الدقيقه الاخيره ده والوقت بيوقفها وبطيء وبيلمس ومش عارف اضغط فلا صدق احنا الحمد لله حالنا اللي احنا عاوزين لكن اسلام شغله حسام حسن وفكر حسام حسن وشخصيه حسام حسن الفنيه تبقى موجوده في القادم هو طبعا ده سريع
لسه بدري، لسه شهر 9 اصلا اول يصنع بقى وينظم ويختار ويعمل وعنده اسلوب وغير طريقه، لان برضه هو لعب بطريقتين، طريقتين في ماتشين برضه دي تعمل حزه قريبه قوي قريب ما ينفعش. مثلا وجهه نظري انا بالك ليه، لان اللاعب المصري النهارده اديله اكتر من 10 15 سنه بيلعب عندنا الطريقه المصريه المحفوظه في كل الانديه 4 2 3 1 او 4 3 3 صح، خلاص مش 3 5 2 ولا 3 4 3 دي فين وفين، خد بالك. انما اللي اقصده فالقادم الحمد لله حققنا المراد، وان شاء الله احنا الحمد لله بفضل الله تعالى احنا عاوزين ننظم امورنا وتبقى المنظومه يا كابتن اسلام، المنظومه الصح، المنظومه يعني الاداره، المنظومه يعني المدير الفني، المنظومه يعني الجمهور، المنظومه يعني اللعيبه، الاربعه دول ماشيين في اتجاه واحد لمده في 26 كاس العالم 2026 باذن الله تعالى، عشان نلاقي منتخب يعمل كره قدم، نتفرج على كره قدم. احنا طول عمرنا نقول يا رب غفران يا رب ماشي يا رب، ثم في تخطيط، في نظام، في تعب، في اداريات، في فنيات، في منظومه في تشتغل. هو الاهلي ده لما خد افريقيا 12 مره هو خدها عشوائي يا اسماعيل، ده تفاصيل، في منظومه كبيره بتخطط من 2000 بس كام يعني 1907 صح 1907 يا اسلام، مش النهارده ولا امبارح. الناس فاكره لا ده تخطيط ونظام والمنظومه كلها ماشيه في اتجاه واحد، منظومه بتشتغل لكاس افريقيا، منظومه صح. بتشتغل لدوري، منظومه بتشتغل لكاس مصر، منظومه بتشتغل للسوبر، منظومه بتشتغل لكاس العالم، منظومه كامله متكامله بتحضر وتجهز وتنظم لعيبه، تخطيط، مدير فني، جمهور، معسكرات، ماتشات، خبره، حاجات كده اللي انا اقصده. فمنتخب مصر الفتره اللي جايه بحسام ان شاء الله وابراهيم ربنا يوفقهم باذن الله تعالى ويعملوا الشغل الصح اللي احنا منتظرينه منهم بامر الله تعالى. احنا في 2024 يا كابتن. صح؟ ايوه. تخيل حضرتك انه تصفيات كاس العالم او التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026 ومفيش فار. مفيش فار. يعني امبارح او بلاش امبارح في مباراه بوركينا في بنالتي. في بنالتي 100% واضحة. كنت زي ما حضرتك قلت الماتش 3 وخلص وبقى بنالتي. الدنيا لطيفه وحلوه وكل حاجه. والماتش امبارح او اللي هو بتاع امبارح برضو المهم انا شايف ان الكره اللي دخلت فينا جون فيها سنه فاول. يعني اللاعب زق محمد حمدي يعني ممكن تحسب ممكن لا ممكن. طبعا هي طبعا زي ما حضرتك قلت كده يعني بركه ربنا ان هي عايزه تخش فينا جول فدخلت. لكن ولو محمد حمدي خد خطوه لبره اللاعب ده اوف سايد. ولكن تخيل حضرتك احنا في 2024 وفي التصفيات المؤهله لكاس العالم المفروض اللي هي دي اهم حاجه في قاره، حاجه تخص كره القدم بالنسبه للمنتخبات بعد بطوله الامم هي تصفيات كاس العالم. ومفيش فار يا كابتن. انت ضحكتني عارف يا اسلام. اصل عارفين ان الموضوع سهل، مفيش فار. اللي هيوصل المستوى الاول هم معروفين. اللي عرس كل مجموعه. مش كده يا كابتن، ما هو انت عارف انت. خد بالك. قال لك انت بتديني ليه؟ الامر سهل. يعني مصر بتلعب مثلا غينيا بيساو بس مصر هتكسب مثلا بوركينا فاسو. فين وفين لما تلاقي النهارده فرقه بتحاول؟ ده يعني احنا بنقولها لكن لازم يكون في فار. وبعدين برضو في نقطة مهمة جدا فنية يا كابتن اسلام، ان شاء الله حسام لازم ينظم اموره بشكل افضل واعمق واحسن، عشان امبارح ما عجبنيش برضو العرض الكتير، العرض في تضييع الوقت، العرض 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 العرض، التحضير بياخد وقت طويل جدا مع فرقة زي دي مش خد بالك. لا انا بعد ما جبت الجول لو ضغطت زي ما حضرتك قلت كده اقسم بالله يا كابتن بص يمكن اللعيبه كانت تعبانه يعني لانه سفر ومروح ومجي ومعرفش. دي اقول احنا كناش امبارح احنا ما كناش بنلعب اقول يا كابتن اسلام، مع احترامي طبعا للفريق بتاع بيساو غينيا بيساو، لكن العقول هنا بتشتغل صح في تحضير بطيء، تحضير فيه لخبطه، تحضير فيه اخطاء، تحضير من السكس ياردة، وفي نفس الوقت التحضير من عندنا احنا. انا العرض لازم الامامي، نص الملعب لازم الامامي، نص الملعب بتاعك يعني لازم الامامي، الباص الامامي تك تك تك، ده ناصر ما نزل في لحظه واحده اماميه اتعملت له جول كان ممكن يعني تخلص يعني بيها خلصت بيها الماتش. انت فاهم؟ فانت عاوز برضو يا كابتن حسام تنظم امورك في الاختيارات، وفي نفس الوقت اللعيب الدولي اللي يخلص لك، لان انت هتلاعب قدرات كبيره في كاس العالم، قدرات كبيره في كاس الامم، قدرات هي دي بقى القدرات ان شاء الله ان نقدر باهم الله. فمنتخب مصر عاوزينه ان شاء الله هتوصل وهنوصل باهم الله تعالى. عاوزين بقى الفتره اللي جايه برنامج قوي واضح للجميع اللي موجود في الاختيارات، الماتشات الوديات، التجمعات، الحاجات دي كلها، اللعيبه، هو ده الصح يا اسلام. تنصح ايه كابتن حسام خلال الفتره القادمه؟ يعني انا سمعت ناس كتيره جدا بتتكلم على انه وناس بتنتقد كلام الكابتن حسام بعد المباراه لانه غالبا بيكون عصبي، انت عارف كابتن حسام يعني قلبه طيب جدا ولكن طبعاً هو مشكلته لما بيتعصب. فبعد الماتش كابتن حسام قال كلام
يعني ما اعرف صعب يعني. يعني هو قال لك انا كنت مستمتع وانا قاعد بتفرج على الماتش. انا الحكم لينا ضربه جزاء تمام، قال انه مثلا احنا ليه الجون اللي دخل فينا بسبب انه اللاعب زق محمد حمدي، قال كذا حاجه. ولكن يعني ايه يا كابتن حسام كنت قاعد مستمتع بالماتش؟ ما فهمتهاش برضه. يعني هل حضرتك تنصح كابتن حسام انه مثلا يخلي كابتن ابراهيم او يجيبه متحدث رسمي يتكلم مثلا باسمهم او بحاجه؟ انا كان ليا وجهه نظر في حاجتين مهمين جدا لما وقع الاختيار على حسام. حسام ده اخويا طبعا وحبيبي، اخونا كلنا، اخونا الكبير وبنحبه ونفسنا ينجح، لانه نجاحه من نجاحنا. بقول لك هينجح اسلام ان شاء الله. يا اسلام انت بص 2 مليون ومش عارف مليون ومش يا حسام يا اسلام، حتى في المجموعه دي هنقول مش هينجح؟ ان شاء الله هينجح، هينجح لنا ان شاء الله. والنهارده احنا 10 نقاط محتاجين ماتش او ماتشين على ارضنا نخلصهم بامر الله مع الفرقه اللي تعبانه. انت عارف يا اسلام جيبوتي كام؟ مليون واحد بس دي في مجموعتنا. ما انا جايب لك بقى، ياخد بقى احصائيه بايه؟ هي دي الاحصائيه الصح بتعداد السكان. تعداد السكان يقدر يوريك النهارده قوه الفريق ومش قوته الفريق. ما ممكن خلي بالك جو تخطط صح وتنظم وتتعبك، لان التخطيط والنظام والاداريات عندها صح الاهم. برافو عليك. ممكن تكسب 120 مليون، ما انت كوستاريكا دي تعداد سكانها 5 مليون وفي كل كاس عالم موجوده. صح، لان في تخطيط وفي نظام وفي منظومه. برافو عليك. اذا حضرتك هنا لما تيجي تتكلم بتتكلم عن اتحاد كره قدم محترف، نستحق افضل من كده. محترف وبعدين مش عادي في المدرجات ده الكاميرا تجيب ويعمل يا كابتن ما اصابات غاز جدا. اطلاق هو ده مشكلتنا. واروح اسلم في المطار، واروح اسلم مش عارف ايه، واروح اسلم. هو ده انا اقصد، انت تشتغل وتنتج وتعمل هو الشغل. صحيح. المسؤول لازم يشتغل ويبقى في الظل ويشتغل لله ثم للوطن، مش هشتغل عشان لقطه واعدي في مدرج وبعدين اسيب الدنيا. انت سايب الدنيا، خد بالك بتدور لي على اللقطه بتاعت الاستاد واللقطه بتاع الماتش واللقطه بتاع السلام واللقطه. هو ده الشغل يا صاحبي. فانا كان ليا وجهه نظر في حاجتين مهمين جدا. اتفضل يا كابتن. لحسام، حسام ان هو اتحاد الكوره كان لازم يبقى معاه مدرب عام قوي جدا وشخصيه خبره وكبيره جدا ينظم الامور وهو قاعد معاه على الدكه. حسام واقف على الخط، هو محتاج واحد ورا ينظم له، لان يعني احنا شفنا ابراهيم هو اللي بيروح ويجي. ابراهيم خلي بالك في الماتشين بيروح ويجي. ابراهيم المفروض مدير منتخب، دي كانت مهمه جدا لحسام، مهمه جدا. مثلا حد مع كابتن طارق مثلا يبقى كبير، معلش شخصيه كبيره، يقعد على حسام كده يكتب له وينظم له ويروح يقول له، لان بيدور على مصلحه حسام. ودي شفناها في كاس العالم، فاكر كاس العالم برازيل كانت 94 تقريبا، بيريرا تهيألي ومعاه زجالو قاعد جنبه. زجالو ده بص فاز في البرازيل وهو، لكن مش عيب اما اقعد النهارده خد بالك مدرب خبره، لان انت محتاج حاجات معينه في اوقات معينه، لان في برضه شويه لخبطه في تغييرات، شويه لخبطه في مش عارف ايه، شويه لخبطه. لا فده مهم جدا. صحيح، خد بالك. ده كان نفسي يبقى موجود مع حسام. وحسام كبير زي ما قلت. الحاجه الثانيه متحدث، ده مهم جدا. وجهه نظر يعني. سامع انك ناس كتيرة بتتكلم مع كابتن حسام متحدث في هذا الامر. خلي بالك كابتن حسام يعني الاول كان متحفظ في بعض الامور، سمع كلام ناس كتيرة الفتره اللي فاتت كلها بتحبه على فكره. يعني طبعا لما كابتن ربيع ياسين يقول هذا الكلام، هل ده معناه ان كابتن ربيع ما بيحبش حسام؟ لا 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 طبعا، لا كابتن طبعا. ربيع اكتر واحد بيحب كابتن حسام وما تعرفوش بيه. يعني انا مش عايز اقول حاجه، بقول لك ايه، هيجي فرقه الشمس هيعرفنا الاسبوع ده. خلص بقى هيجي لنا فاضي فوجه لوجه. صحيح، فاحنا بنقول الكلام ده عشان بنحب مصر وبنحب حسام. صح، واللي بيحب حسام لازم يكلمه. احنا بنتكلم في فنيات. صح، ودي خلي بالك خارج عن نقطه حسام، لان الوقت قليل يا كابتن، وفي نفس الوقت هو جه في ظروف صعبه. معلش دلوقتي قدامه بقى 3 شهور اهو ولا 4 شهور. لا ده عنده وقت طويل بامر الله تعالى لغايه الماتشات، لكن انا اقصد التوقف الدولي القادم في شهر 9. طيب الماتش لسه في شهر 3/25. طيب في احسن من دي حياه. نظم اموره. مطلوب من حسام سؤالك برضو ان يتابع الدوري كويس، ان يتابع اللعيبه كويس، ان انا اقعد ادون سلبياتي وواجباتي الفنيه مهمه جدا عشان اطور. مطلوب من حسام تطوير كره القدم بالنسبه لمنتخب مصر، تطوير منظومه كره القدم، مش المنتخب، منظومه كره القدم مهمه جدا. وياخد معاه الثلاث منتخبات اللي موجودين، عشان الثلاث منتخبات لازم يساعدوه المنتخبين اللي موجودين تحت، عشان دول هيساعدوه كتير في اي نقص عددي او في اي نقص مراكز. عندي مركز النهارده ما ينفعش يبقى عندي مركز في اصابه لاعب ووقف لاعب احتار عشان اشوف الثالث فين. مش منتخب مصر يا جماعه، غير طريقه اللعب كلها. طب في كده ما ينفعش. طب انا محضر، وبعدين المنتخبات اللي موجوده
عشان ايه؟ عشان تحضر لي، عشان تطلع لي، عشان تنتج لي، عشان في التليفون، يا كابتن المدرب عندي باك ليفت جاهز، عندي راس حربه جاهز، عندي وسط ملعب جاهز، امال احنا بنعمل منتخبات ليه؟ وبنصرف فلوس ليه؟ وبنعمل معسكرات ليه؟ وبنعمل ليه؟ هو ده كله يا كابتن. فانا مطلوب حاجات كتيره جدا يقعد ينظمها اداريا وفنيا، مطلوب من ابراهيم صحيح. شغل فني رائع، خد بالك ينظم امور فيه الاداريات، انا عملت في المعسكرات، في السفر، في التركيز، في الالتزام، في الاصرار. ابراهيم منظم جدا الحقيقه. طبعا ابراهيم خدوا له اخواتنا وحبايبنا، مطلوب، فمطلوب جانب اداري وجانب فني للفتره الجايه، فان شاء الله ينظموا امورهم بامر الله تعالى ونلاقي حاجه افضل واحسن باذن الله تعالى. ان شاء الله نلاقي حاجه افضل واحسن. هنتكلم دلوقتي عن عوده الدوري العام وعوده بطل الدوري العام الى مسابقته المفضله مره اخرى. ايه اللي هيحصل ورأي كابتن ربيع فيما حدث خلال الفترة السابقة؟ نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نتكلم في هذه الأمور وعودة النادي الأهلي إلى بطولة الدوري في أولى مبارياته أمام فاركو. رجعنا لحضراتكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. كابتن ربيع، النادي الأهلي يعود لبطولة الدوري العام بعد غياب طويل جدا جدا من نهائي دوري أبطال، أو من قبل طبعا النهائي بأسبوع تقريبا حتى الآن. أولى المباراة سوف تكون يوم الجمعة، استطاع اللعيبة تاخد نفسها شوية في خلال أسبوع، مستر كولر ادى أجازة وكان مصمم حتى على لعيبة المنتخب أن هم يكملوا الأسبوع بتاعهم، ثم اللي راح المنتخب راح المنتخب، وعودة التدريب خلال الفترة السابقة، مباراة مع نجوم المستقبل استطاع أن يفوز بها النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، وعودة اللاعبين الدوليين اليوم إلى التدريبات أو بكرة إن شاء الله يكونوا في التدريبات. إذن ان بكره الاربع قدامك الخميس، خميس الجمعه الماتش، الجمعه المباراه. شايف الوضع بقى دلوقتي، خصوصا ان انت داخل على 9 مباريات متتاليه في اقل من او في 28 يوم بالظبط. طبعا قدر لعيبه النادي ان هم في النادي الاهلي، قدر لعيبه النادي ان هم في المنتخب، قدر لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي والكيان ان هو دايما بينافس على البطولات ومطلوب منه بطولات. صحيح. ده قدر، لكن بفضل الله ثم الروح وثم حاجات كتيره جدا دايما بتميز لاعبي النادي الاهلي واداره الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي وجمهور الاهلي بيتغلب على كل المصاعب يا كابتن اسلام. صحيح. فطبيعي جدا خلاص، نظرا لظروف الجدول وضغط الدوري وضغط الجدول مفيش مشكله، الاهلي دايما عنده البديل، الاهلي عنده جهاز، الاهلي دايما بيخدم المنتخبات، الاهلي نادي الوطنيه، دي حقيقه ما بيقدرش يتاخر ابدا ابدا، حتى لو على حساب اصابات لعيبه جدا او فان شاء الله اللعيبه باذن الله تعالى تركز، خلصت المهم على خير الدوليه، نركز وده 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 دايما شعار لاعبي النادي الاهلي، شعار لاعبي النادي الاهلي دايما بفضل الله تعالى، الحب، البطولات، الزهد، التركيز، الالتزام، الرغبه دايما الرغبه في حصد البطولات. بقى لاعبي النادي الاهلي كابتن اسلام الحمد لله انه مقتنع تماما انه جاي عشان يحصد بطولات، عشان هو عارف انه مطلوب منه الكتير. فاللعيبه ان شاء الله مع كولر باذن الله تعالى، مع الراحات ومع الاستشفاء ومع الضغط ومع العدد اللي عندك، تقدر بتأمر تنظم امورك وتقدر تلعب للدوري وترجع للدوري، والدوري متعتنا، والدوري بفضل الله تعالى. صحيح. دي حقيقه، الدوري متعه كره القدم من زمن طويل يا كابتن اسلام. صح. وبفضل الله تعالى هي البطوله المفضله لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. صح. فطبعا انا شايف كولر بفضل الله تعالى عامل شغل كويس، عامل رائع، عامل تدوير كويس جدا، عارف فرقته، عارف مين اللي اشتغل بيه ومين ومين، حاجات كتيره جدا، وعنده خبرات كبيره جدا بفضل الله تعالى في ان هو ينظم اموره، مين اللي موجود. فاحنا عندنا قدرات بامر الله تعالى كابتن اسلام، وفي نفس الوقت اللعيبه دي لعبه رجاله، يعني بسطونا وجابوا لنا بطوله غاليه جدا من فتره قليله الحمد لله تعالى، واسعدونا واسعدوا شعب مصر كله. فان شاء الله نلاقيهم باذن الله تعالى، ودايما لعيب النادي الاهلي معروف ان هو تحت ضغط، انه مسؤول، انه لازم يكسب، فان شاء الله البدايه تكون يوم الجمعه صاحب مشيئه الله تعالى، بدايه فوز باذن الله، بدايه ترابط، بدايه طموح، بدايه عوده ان شاء الله المركز الاول النادي الاهلي من اول الجمعه ان شاء الله تعالى. ماتشات كثيره والضغط كثير جدا بينزل مطول، مسافه قليله جدا، لكن الرجاله اللي قدامنا دول بجهازهم الفني قادرين. طيب بالمناسبه بقى ان شاء الله ان هم بالمناسبه، هل من الممكن ان دلوقتي النادي الاهلي يستغنى عن لعيب؟ دلوقتي يستغنى ازاي؟ يعني احنا سامعين اخبار ان كابتن ربيع هيمشي من النادي واسلام هيمشي ومش عارف مين، اسماء بنسمع عنها بقى لنا 3 4 ايام. اولا انت عندك 9 ماتشات في اقل من 28 يوم. أيوه. او في 28 يوم. هل من الممكن ان انت لو انت المدير الفني
هتروح تقول دلوقتي انا عايز تمشي اسلام؟ هتقول امشي اسلام؟ لا طبعا، مش الاهلي ومش سياسه الاهلي، انا في نهايه الموسم لان انا عاوز احافظ استقرار يا كابتن اسلام. انا عندي 6 7 انا اولى بيهم دلوقتي اشتغل، وبعدين ما يمكن حد من ال6 7 ينجح وشكرا غير رايي، انا معاهم لحد اخر لحظه. انا في نهايه الموسم بقيم اموري، بقيم مين اللعيبه ومين مين معايا ومين في نهايه الموسم، انما دلوقتي صعب جدا انا اتكلم عشان ما ينفعش، لان انا محتاج كل لعيب في النادي الاهلي، ال30 لعيب ولا ال35 لعيب ولا ال25 ولا ال28 انا محتاجهم عشان اشتغل بيهم. مفيش حد اكبر من القدر. المثل قدام حضرتك محمود متولي اهو، يعني محمود متولي كان في يوم من الايام يقول لك هو هيمشي امتى، صح؟ مش كانوا بيقولوا كده في فتره رامي ربيعه؟ على راي حضرتك والله برافو عليك يا كابتن. طبعا رامي، انا فاكر الفتره كانوا بيقولوا امتى هيمشي وامتى هيعمل وبتاع. رامي لعب، ما كانش في حد يلعب، لعب تالق اساسي في النادي الاهلي. غيابه دلوقتي بيؤثر بشكل كبير طبعاً. منتخب مصر غيابه بيؤثر بشكل كبير طبعا. صح طبعاً يا كابتن رامي؟ طبعا مثلاً. طبعا لا طبعا اكبر مثال. بفضل انت محتاج كل اللعيب، وفي نفس الوقت يا اسلام بامر الله تعالى يا سيدي تقييمك في نهايه السيزون بامر الله تعالى، لعب كام دقيقه، اشتغل، اصاباته، الموسم الجاي عندنا ما عندنا، هي هو ده التقييم، مين اللي هجيبه؟ وبعدين انت بتتكلم على ظروف ده، انت علي معلول النهارده، علي معلول هيترك فراغ، وده المفروض طبعا مش في النادي الاهلي، فراغ لعلي معلول، انما الحمد لله ان الاهلي بمن حضر، والاهلي فيه طبعا البديل والثاني والثالث والرابع، عندنا بفضل الله تعالى البديل جاهز، فده نافع النادي الاهلي. خلي بالك الدكه في النادي الاهلي ليها دور كبير جدا يا كابتن اسلام، طبعا خلي بالك مهمه جدا طبعا. فده هو ده النادي الاهلي، هو ده الشعار اللي موجود، وهو ده نادي البطولات، ان البديل يبقى موجود والثاني وهو صح. فانا من وجهه نظري بالنسبه لي اللعيبه اللي هتمشي ما تبقاش دلوقتي خالص في نهايه الموسم، عشان نحافظ على الاستقرار الاستقرار الاستقرار، وده نظام الاهلي وروح النادي الاهلي ومبادئ ونظام بطولات النادي الاهلي. المباراه القادمه هي مباراه مؤجله، تحدي المؤجلات تحدي صعب جدا جدا في ظل ان انت هتلعب مباريات وقتها، ثم عندك مؤجلات هتلعب، انت الفريق الوحيد اللي هتلعب في وسط هذه المباريات، هتلعب مباريات مؤجله، فتحدي المؤجلات تحدي صعب مش جدا سهل. اولى هذه المباريات يوم الجمعه امام فاركو، مباراه مؤجله من الاسبوع ال11، شايف الماتش ده ازاي في ظل انه اول ماتش بعد عوده اللاعبين الدوليين اولا، ثانيا فاركو والظروف اللي بيمر بيها؟ طبعا فريق فاركو بيمر بظروف يعني بعيد عننا، لكن وده حال الدوري في مصر، يعني ترتيبه متاخر، لكن هو عنده طموح ان هو يحقق نتيجه ايجابيه طبعا، طبيعي جدا طبعا، وخاصه ان هو يعني بيفنش دوري او في نهايه الدوري عشان عاوز يقعد والحاجات دي كلها، فطبيعي جدا استعداده هيكون على اعلى مستوى، ده فرق. انما انا من وجهه نظري النادي الاهلي في الفوارق بتاعتنا، احنا الافضل، احنا الاحسن، احنا القدرات، احنا الخبرات، احنا اللعيبه اللي عارفه تخلص الماتش ازاي. صحيح، حاله واحده بس ممكن تخاف منها، عدم التوفيق، لكن هو الاستهتار وعدم التركيز وعدم الالتزام. لكن من وجهه نظري ان الماتش على الورق الاهلي الافضل والاحسن على الورق، وفي نفس الوقت يوم المباراه الملعب ملوش كبير، ملوش كبير، ملوش كبير خالص كره القدم. يعني طبعا يا كابتن برضو كولر في ظل بقول لك يعني عوده مجموعه اللاعبين الدوليين، انت عندك 11 12 لعيب غير اليو غير بيرسيتاو، بعيدا عن اصابه معلول، هتعمل ايه يعني؟ هل هتلاعب اللاعبين اللي لسه جايين؟ هتلاعب اللعيبه اللي اتمرنت معاك؟ انت كمدير فني هتعمل ايه؟ هو طبعا خلطته بقى بالنسبه ل 11 لاعب مهمه جدا، هو كان بيعد مجموعه عن طريق الماتشات الوديه دي موجوده مع اللي موجود النهارده، عشان يبقى عندي 7 أو 8 من ال 11 من ال 8 او 9 او ال 11 لعيب اللي كان موجود في المنتخب عشان ابتدي بيهم يا كابتن اسلام صعب جدا. فممكن اريح وادور، وعنده عنده ميزه كويسه جدا كولر، ان هو كان بيدور كويس قوي، انه بينظم كويس قوي مين اللي ابتدي بيه نقعده ومين اللي ياخد، فدي حتته، هو الخبره خبره كبيره جدا، وفي نفس الوقت هو اللي هيقدر النهارده يعمل التوليفه الكويسه اللي اقدر اشتغل بيها واريح بيها اللعيبه، ودي مهمه جدا جدا جدا. احنا سقطنا مش في 7 أو 8 أو 9 في منتخب مصر، احنا سقطنا في قائمه فيها 30 لاعب موجودين يا كابتن اسلام، وده مهم جدا. فاي لاعب في النادي الاهلي بفضل الله هيقوم وهيكسبك وهيبقى زي الفل، ده من وجهه نظري انا. وفي نفس الوقت انا اللعيبه دي لازم اريحها كويس قوي، مش اريحها باجازات، اريحها بلعب بتدوير بمجموعه من الدقائق وتنظيم، يبقى هو ده أيوة. هو ده طبعا الحته الفنيه بتاعته والحته الخبره بتاعته هي النقطه دي اللي انا بتكلم، هي دي اللي هتفرق معاه. مش احنا يعني من وجهه نظري ان هو مش ما لا في حاجه اسمها عشوائيه، هو في حاجه اسمها نظام، في حاجه اسمها تدوير، في حاجه اسمها مجموعه من الدقائق اللي انا اقدر ان شاء الله اخد بيها السير المباراه الفني اللي انا اكسب بيه واخرج بيه ببر الامان في 3 نقاط
وسلامه لاعبين. واخد بالك؟ هو ده، لان انا مضغوط، ما عندي جمعه، عندي اثنين تقريبا، عندي كل ثلاثه مباراه. فطبيعي جدا ان هو ده الكولر ان شاء الله شغله الشاغل في تدوير اللعيب، في انه يحافظ ان موجه الدقايق، ان اللاعب الدولي امتى رايح وامتى الاقي قوته. انا مطلوب مني من ال 30 لاعب اي 11 لاعب اشترك بيهم او اشتغل بيهم او ابدا بيهم مباراه، ان الاقي قوه فنيه في كل الدقايق دي. حتته صحيح، دي حتته يا كابتن الاسلام. فاللي اقصده انه عنده خبرات وخد خبرات كبيره جدا وماشي بمستوى رائع، كولر ماشي بسياسه كويسه جدا. طبعا اللعيبه مساعده، الجمهور مساعده، الاداره مساعده، القدرات، النظام، المنظومه مساعده بشكل كبير جدا. خلي بالك مش اي مدرب ينجح في النادي الاهلي، الناس بتنجح عشان منظومه النادي الاهلي ماشيه الى الامام، ماشيه بطرق سليمه. هو ده. فان شاء الله مطلوب منه جانب مهم جدا في خبرات في تدوير المباريات، تدوير المباريات واشتراك اللاعبين ومجموعه الدقائق، عشان اقدر الاقي اللي انا عاوزه والاقي ثلاث نقاط ولو اداء فني يبسط الجمهور ويبسطنا بامر الله تعالى ان شاء الله. كابتن ربيع، اخيرا الكابتن محمود الخطيب في رحله علاج اتاخرت او اتاجلت يعني لمده 8 شهور، طبعا قطعها لما الازمه الصحيه للوزير العام لفاروق نائب رئيس النادي الله يرحمه. ومن ساعتها كابتن محمود الحقيقه لم يعود لاستكمال رحله علاجه الا خلال هذه الفتره. هو ده اعلنه الحقيقه في وقت تدشين مشروع القرن استاد النادي الاهلي. رسالتك للكابتن خطيب ايه خلال الشهور اللي فاتت الحقيقه؟ لانه خلال الفتره اللي فاتت ما اعتقدش ان الكابتن كان دايما موجود وكان دايما بيبقى حاضر في كل المباريات اللي كانت بتتلعب، وايضا لم يتوانى عن العمل وخدمه النادي الاهلي خلال التعليم الفتره السابقه. الكابتن خطيب متحمل مسؤوليه رئاسه النادي الاهلي، فبتلاقيه في كل مباراه مش في كل بطوله. صحيح، دي حقيقه. حتى بص بطولة افريقيا، واحنا بفضل الله تعالى بصراحه لما بلاقيه موجود مع الفريق بنتفائل بنسبه 100%، لانه دور ليه دور كبير جدا في ترابط وحب وتجمع وتجانس وحاجات كثيره جدا بصراحه. فربنا سبحانه يشفيه. طبعا انا بعت له رساله، كنت لسه قلت ابعتها ادعي له فيها، وفي نفس الوقت هو كابتن خطيب انسان الناس كلها بتحبه، الناس كلها بتدعي له بامر الله تعالى. كلنا عاوزين يبقى موجود على طول ان شاء الله، هيرجع بالسلامه باذن الله تعالى. وله ادوار مهمه جدا وحضوره كان فارق يا كابتن اسلام بصراحه، حضوره كان فارق الفتره اللي فاتت. صحيح، دي حقيقه، في كل مناسبه، في كل مباراه، في كل بطوله، في كل النادي الاهلي، فهو عارف انه مسؤول عن كان. فرسالته برضه هو امين جدا عليها وبيحافظ عليها، واوقات بيجي على صحته عشان الكيان عشان الجمهور. وفي نفس الوقت يا كابتن رسالتك للجمهور انه النادي الاهلي نادي مؤسسه، يعني كابتن خطيب طبعا هو رئيس النادي وهو مثلنا وهو اسطورتنا والكلام ده، ولكن حتى هو قال كذا مره هذا الكلام، عدم غيابي لن يكون مؤثر لانه العمل المؤسسي وانا موجود دائما. طبعا انا بتكلم على وجوده في وقتي، لكن بفضل الله تعالى الامور هتمشي، لانه هو واضح سياسته ومنظم وحاجات زي ما قلت الكيان طول عمره ان شاء الله بامر الله. فاحنا بندعي له بالصحه والعافيه ان شاء الله، ويرجع بألف ألف مليون سلامه، وهندعي له طبعا وكلنا معاه وقلوبنا معاه طبعا، وان شاء الله يرجع على احسن صوره واحسن صحه واحسن حالا باذن الله تعالى، يكون في وسطينا وفي وسط الكيان وفي وسط اسرته وفي وسط اللعيبه وفي وسط جمهور النادي الاهلي. كابتن ربيع بستمتع جدا وحضرتك دايما معايا، انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. شكرا كابتن، شكرا اسلام، موفق دايما، موفق. شكر جدا النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف ومنور. منور الدنيا، منور الدنيا، ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ جمال واستاذ محمود، النهارده 11 يونيو ان شاء الله، او في 11 يونيو 2023 توج النادي الاهلي بلقب بطوله دوري ابطال افريقيا للمره ال 11. مناسبة ذكرى ذكرى جميلة لكل جمهور النادي الاهلي. الحمد لله ذكرى جميلة واتكررت برضو السنة دي الحمد لله، وإن شاء الله يا رب كده كل سنة نحتفل بالحصول على البطولة اللي هي أصبحت من البطولات المفضلة للنادي الاهلي فعلا يعني، وحاجة بقت بتسعد جماهير النادي الاهلي على طول،
الجماهير منتظراها ومترقباها دايما يعني. استاذ محمود. لا طبعا يعني زي ما بيقولوا الاهلي في افريقيا يعني تاريخه باع طويل بالعرق والجهد والدم بامانه شديده، وزي ما شايفين المكاسب يمكن فوز بالبطوله الاخيره كمان في نهائي مسير امام الترجي زعيم الانديه التونسيه كمان، والتاهل للبطوله الاحدث اللي اطلقها الفيفا بطوله الانتر كونتيننتال في حد ذاته ده شيء مهم جدا. فوز وانتزاع اللقب بالبطوله ال 11 من عقر دار احد الانديه الكبار في افريقيا الوداد المغربي في مباراه تاريخيه ومثيره كان بطلها محمد عبد المنعم ونجوم الفريق والمدير الفني. عاوز اقول انه ده جهد كبير جدا يعني، خلاص الاهلي اصبح عليم بدروب افريقيا وانديتها، له تاريخ له اسمه بدافع عنه. ان شاء الله نتمنى دوافع جديده مهمه جدا في المرحله الجايه من اجل البحث عن اللقب 13، هذا هو رهان الاهلي وثقه جماهيره فيه باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب هبدا مع حضراتكم بعوده النادي الاهلي الى بطوله الدوري العام المصري، البطولة المحببة، البطولة اللي كل الناس بتفكر كيف سيفوز بها النادي الأهلي، كل الأهلاوية يعني عايزين نفوز بها إن شاء الله. ولكن خلال الفترة السابقة وعندما كان الجميع منشغل بدوري أبطال إفريقيا ومساندة النادي الأهلي، وأنا هنا بتكلم على جمهور وإعلام النادي الأهلي، كانوا مشغولين بمساندة ودعم النادي الأهلي، كان هناك أمور واضحة في التحكيم في بعض المباريات اللي الأهلي مش طرف فيها، ومن خلالها أو من خلال هذه الهفوات ومن خلال هذه المجاملات ومن خلال هذه الاحتواءات، هناك أندية بتستفيد بشكل واضح من هذا الأمر. كيف ترى التحكيم خلال الفترة القادمة، خصوصا في ظل أن هناك مطالبات دائمة بعدالة تحكيمية في كل المباريات؟ هو العدالة التحكيمية هي الأساس، المفروض أن كل الأندية مش النادي الأهلي فقط بتلعب في أجواء تحكيمية فيها أكبر قدر ممكن من صحيح العدالة، لأنه الظلم التحكيمي أو الخطأ التحكيمي، الخطأ يمكن يكون وارد، إنما الظلم أو تعمد الخطأ أو المجاملة أو الاحتواء كل الكلام ده هو اللي بيأثر على بشكل سلبي على مسيرة الأندية. صحيح. فإحنا كل اللي نتمناه إنه يبقى في رقابة جيدة على التحكيم، لو في حكام ثبت إن هم من خلال التجارب يعني إن هم مش بيأدوا بشكل فيه عدالة، لا دول المفروض ينحوا جانبا ويعتمد لجنة ثبت ازاي بقى سؤال. يعني ما هو بتبقى شواهد باينة، شواهد باينة وبيرجعوا، ما هو ده غلط. انت المفروض يا كابتن اصل الحكم احنا بنقول ان هو له قدسية، انما لو الحكم مصر على الاخطاء لا يبقى ده هنعتبرها اخطاء. صحيح. نعم هنعتبرها اخطاء. انا هعتبر ليست مجاملات. هعتبر انها اخطاء، ده حسن نية يعني طبعا، لكن برضو حتى مع حسن النية ده بيظلم. صحيح. وبيظلم خصوصا لما تكون فرق بتنافس او فريق بينافس على البطوله، دي حاجه مختلفه تماما، خاصه ان النادي الاهلي هيلعب خلال الفتره القادمه مجموعه مباريات كل 3 ايام، فيعني مش هيبقى كله عليه بقى، مش هيبقى الاهلي متعرض للارهاق والاجهاد والظلم التحكيمي او المجاملات التحكيمية مع الآخرين. والأهلي طبعا عنده مسؤولية مهمة جدا خلال الفترة القادمة إنه هو لا يخسر نقاط، يعني هي المشكلة الرئيسية دلوقتي إنه حتى في عز مكان النادي الأهلي بيلعب أفريقيا أو في البطولات الأخرى كانت هناك فرق لا متفرغة للدوري، فبقى في فارق. يعني هقول اسمه بلا خجل، نادي بيراميدز النهارده لو النادي الاهلي كسب كل ماتشاته هيبقى فارق بونت واحد عن بيراميدز. صحيح. يعني فاذا بونتين بونت تقريبا، لا اثنين نقطة تقريبا، لا هي نقطة او اثنين بغض النظر، يعني هي نقطة او نقطتين سيان، يعني اذا انت بتلعب كمان تحت ضغط ان انت ما تخسرش ولا نقطه.
خلال الفتره القادمه. ما هو ده تحدي المؤجلات، وده تحدي المؤجلات فيه. وده اللي بيحصل كل سنه. ايوه بالظبط، وده اللي احنا بنقول عليه ان الاهلي مش مرفه. يعني الاهلي لما بيتاجل له ماتشات هو مش ترفيه له صحيح، او مش ميزه بيحصل عليه. بيتاجل لوحده، مش بيتاجل لوحده. نعم. كله بيتاجل له يعني، مش الاهلي بس. لا كمان غير كده، انت لما بتلعب في المواعيد الطبيعيه احسن لك، احسن لك. بس انت وفر لي، ما هو برضو مش مسؤوليه الاهلي ولا مسؤوليه اي نادي بيشارك افريقيا او دوليا، مش مسؤوليته ان هو يحط الجداول. لا ما هو مش مسؤوليته برضو ان هم السنه فيها 360 يوم بس. ماشي انا هنعمل ايه؟ طب ما في، لا في بطولات يعني، النادي الاهلي مش بياخد، لا في كل بطولات يعني. يعني برضو على سبيل المثال، وانا بحب اكررها على طول، الاهلي لغايه دلوقتي لعب 41 مباراه. هات لي فريق في الدوري لعب نص الماتشات دي، مش هتلاقي. لا في الدوري مفيش. طيب ما هو في الدوري اللي هو في بعض الانديه السعوديه والاهلي لعب 44 اعتقد، وبعض الانديه السعوديه لاعبين 47. لا مجمل ماتشاته اي فريق في الدوري هيلعب مثلا 17 18 19، يعني نص اللي لعبه النادي الاهلي. صحيح. يعني النادي الاهلي بمعنى اخر ما كانش في فسحه، ما كانش مريح. لما انت عارف حضرتك يا استاذ جمال المقياس الاوروبي او العالميه في مثلا انه اللاعب يلعب كام مباراه في الموسم، من 55 اقصى حاجه ل 60. ماشي، انت هتوصل معاك المرحله لكام؟ ممكن تتعدي ال 70. عشان كده ريال مدريد عمل مشكله على مونديال الانديه اللي جاي. يعني ايه؟ قال لك لا ده انتحار وبتاع، بس هو لعبها بذكاء وعاوز فلوس زياده. بالظبط. قال له انا اروح العب بطوله كامله واخد 20 مليون. وانا بلعب ماتش واحد كنت في بطوله باخد 20 مليون. فايه؟ قال له طب تعالى بس يعني هنحلها مع بعض. لكن المجمل في 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 رهان العوده لمسابقه الدوري هو قدره كولر على مساله التدوير وايه، وانه اللعيبه يبقوا في حاله واقفين على رجليهم. صح ماشي. طب انت مطالب بايه؟ عندك انديه بتصارع الهبوط. ها اول مباراه تلعبها مع نادي فاركو. فاركو بيصارع بشراسه عاوز يهرب من السقوط في بئر النسيان زي ما بيقولوا. ها يعني فبرضه انت هنا عندك مباراتين ورا بعض فتلعبوا في برج العرب ما بين فاركو وما بين الاتحاد، وبعد كده ترجع على القاهره هتروح لعب الداخليه، وبعد كده تروح لعب الزمالك، وبعد كده تلعب تروح لعب فاركو، وبعد كده تلعب الطلائع، وبعد كده تلعب بيراميدز. ده مشوارك في ايه؟ مزبوط. في الماتشات. صحيح. التحكيم يقلقك زي ما بيقول الكابتن اسلام. ها وبحسابات، لانك انت شفت لقطه مثلا في دوره الترقي والغريبه من حكم دولي مصنف رقم واحد ضربه جزاء. لا وبعدين كابتن البنا وريها له ميكي، وريها له ما بين الحرس والترسانه. الحرس والترسانه ميكي وريها له. لا هنا يا كابتن السؤال، هل افقد الفي ار الحكم شخصيته في الملعب؟ هل اصبح كل قراراته معتمدا على حكام الفيديو؟ هو خلي بالك لا يستطيع، لا يستطيع تغيير قراره بعد ما صفر ضربه جزاء. ماشي، حامل الرايه ما شافهاش؟ هو لا ده بالعكس شافها. لا شافها يا كابتن. معلش لا انا اصل انا الموضوع ده كان هيجنني، لانه واحنا قاعدين شايفينها. يعني انا وانا قاعد شايف اللي انت بتتفرج ايه؟ انا كنت قاعد بتفرج. طب ما انا بقول لك التلفزيون. فشوف اتلخبط سنه، ولكن انت عارف حامل الرايه اصر اصر على انه ايه؟ على انها ركله جزاء. ما انا بكلم هو ده السؤال. هنا بقى هنا الخوف في ايه؟ من حقه يغير رايه يا كابتن. لا ازاي؟ طالما في حاجات ده بيجي ماشي ما فيش هو لو رجع لحكم الرايه حكم الرايه قال له رفع الرايه كان هيقول له ايه؟ كان هيقول له لا مش ركله جزاء. هيقول له هو كابتن البنا بيقول كده ان هو راح قال له ان هي مش ركله جزاء، قال له لا ركله جزاء. وقال ان انا ما شفتهاش. ما يقدرش البنا قال ان انا ما شفتهاش. البنا قال ان الله ينور عليك. لكن انا بقول لك حاجه، انت هنا ايه؟ عندك ماتشات. انا من وجهه نظري انك انت لازم تعمل ضغط على الحكم بصوره كبيره انك انت تخلص المباراه. يعني انت ايه هتجيلك انت لا بس ما حدش يفهم الكلام غلط. انت تعمل كنادي اهلي انت تجيب جوان بدري وتخلص، تكسب بدري وتخلص بدري. يعني ما تديش فرصه لاي حد يحاول يتدخل بصوره او باخرى. ده اللي احنا بنتكلم عن ايه. احنا مش هنقف عند مساله التحكيم، احنا هنا مع التحكيم ولنا بطولتين دوري شفناهم بعينينا. انا عشان كده لا انا بكلمك اهو. انا دي اول حلقه اتكلم فيها. احنا فتره في كوره بنتكلم عن المنتخب. اول حلقه بتكلم فيها. فانا اصريت وقلت للزميل العزيز سمير عكاشه، قلت له المخرج بتاعنا، قلت له يا سمير سجل الكلام ده وخليه لي عشان لو لا قدر الله حصل حاجه يوم الفتره اللي جايه. انا بقول اهو ان هناك بعض والمره المليون. وحضرتك قلت هتظهر في ماتشات مين يا كابتن؟ كابتن هتظهر في ماتشات مين؟ يعني في ماتشاتنا في ماتشات غيرنا في ماتش لا في ماتشاتك ومع فرقه بعينها. يعني انت هتشوف ايه؟ هتشوف اللي احنا بنحذر من دلوقتي يا استاذ محمود. ماشي. وحضرتك في اي منصه بتحذر، واستاذ جمال نفس الكلام. طيب الناس اللي مهتميه بان هي تطور نفسها
وتدور ونحن بناخد منها ونتعلم. جه الاتحاد الانجليزي ولفرهامبتون عمل شكوى وقال يا جماعه لازم لرابطه الانديه، قال لهم لو سمحت عاوزين نصوت على ايه؟ الفار يستمر او نلغيه. ده كان طلب واحد. ما هو نادي واحد. ما هو نادي واحد هو اللي رفض. اتضم ليه ناس في الدعوه يعني، ما كانش واحد اتضمت معاه ناس بس ما قدمش الطلب. هم قال لك نشوف. جم عملوا تصويت يوم 6 19 وافقوا على الاستمرار وواحد رفض اللي هو ولفرهامبتون هو اللي رفض. طيب ايه بقى القرارات اللي بعد كده؟ الاتحاد الانجليزي قال لك لا يا جماعه هو احنا عندنا اخطاء بس احنا هنحاول نقلل من هذه الاخطاء، نقلل من هذه الاخطاء. هنعمل التسلل الالي، هنعمل انه الحكم ما ياخدش وقت وانه القرارات مش عارف مين. يعني عاوز اقول لك ايه، هو راجل بيحاول يجود ايه؟ لانه مثلا الفار السنه اللي فاتت على فكره افقد ليفربول والارسنال درع الدوري في مباريات واهداف، ولفرهامبتون نفسه اتحسبت عليه حاجات والناس التزم. لكن انا عاوز اقول لك ايه، هنا يبان في حاجه في الكلام اللي انت بتقوله، اخطاء غير مقصوده واخطاء تكرارها يثير علامه الاستفهام. يعني ايه؟ لما تقول هي نفس اللعبه تتحسب لفريق ضربه جزاء ونفس اللعبه لفريق اخر لا تحسب ضربه جزاء، ما دي لا مؤاخذه يعني مش هتقدر. واحد ياخد كارت احمر في لعبه وواحد تاني ياخد انذار نفس اللعبه. انا بقول لك اهو في ماتش تاني. ما هو ده اللي احنا دايما بنقوله يا استاذ جمال وحضراتكم. ماشي انا بقول هو ايه، معلش نسمع بعض، اللي هو ايه اللي هو واحد قرار حتى لو غلط على اسلام او على استاذ جمال او على استاذ محمود، هي في النهايه علينا واحد فهي مسطره واحده هتعدي. ده من خلال ايه؟ لكن مش واحد رافع ايده كده وجت في ايده احسبها عشان لابس احمر ضده، وعشان لابس لون تاني احسبها بطريقه تانيه، وعشان لابس لون تالت احسبها بطريقه تالته. ما هو ده دور بقى لجنه الحكام مع الحكام بتوعها يعني من خلال معسكرات. هو الراجل قاعد ولا ماشي؟ لسه لغايه دلوقتي اكيد هيمشي يعني. هو كاتبين ان هو مصرين على التمسك بيه. هو يعني كل واحد يعني مصر على اللي في دماغه. يعني هو عمل ايه؟ معلش ايه الاضافه اللي قدمها؟ حضراتكم قولوا لنا، انا مش عارف. مفيش، ما هو يمكن انتوا عندكم حاجه مش عندنا. شايفين. طب هو قدم لك قدم وجوه جديده؟ يعني لا. انت شفت في نقله مثلا نوعيه؟ بالعكس، ده انا عايز اقول حاجه، في حكام كتير، ما احنا برضو بنتكلم دايما الحكام اللي على وش القفص. والله بجد صح، في حكام كتير جدا في المناطق وفي الحتة دي بيشتكوا يا كابتن. خلي بالك برضو، مر الشكوى. بس خلي بالك يا استاذ جمال، مع كامل احترامي ليك، انت برضو بتلعب في منطقه يعني عش دبابير، مش صعبه، تكتلات وشلل واسر. ولما تبقى مثلا تعرف انه في 60 حكم ولادهم بيستعدوا للدخول معاك تدريجيا، جايبين ولادهم، يعني العمليه اصبحت داخله في مساله ايه؟ التوريث. كل واحد بيقدم نفسه، بيقدم ولده، ابناء العاملين يعني، ودافع عنه. ايوه طبعا، مفيش مانع يا استاذ محمد، عادي لو عنده موهبه. وجهه نظر، انا ما قلتلكش حاجه، لما يكون حاجه فنيا عاليه جدا يا كابتن، انا ما عنديش خلاف، انا مش ضد الكلام ده، بس انا عاوز اقول لك ايه، وفي ناس كويسه لازم تاخد فرصه. اللي انا اقدر اقوله على الراجل ده ميزه هو عملها وكان نفسي ان هو يكمل فيها، الميزه انه ادى الحكم المصري فرصه انه يدير مثلا مباريات القمه والنهائيات مثلا، نهائي كذا مع استثناء نهائي الكاس اللي هو تم الاصرار عليه ان هو يبقى حكم من خارج، لكن هو برضو كسر الجزئيه دي. لكن انا محتاج منه ايه؟ انا جايبك برضو عاوز اشوف تطوير، عاوز اشوف تطوير ايه؟ عاوز اشوف امانه في الشغل، عاوز اشوف مسطره واحده حتى في الظلم. عاوز اشوف مساواه على الكل، ما يفرقش، عاوز الغي كل الالوان، كل واحد ياخد حقه. ولو حاجه على ضد الاهلي يا عم احسبها لو هي ضد الاهلي وصحيحه، بلاش تيجي تاخد قرار وترجع خطوه، بس ترجع خطوه في حسبه انك انت يا راجل في العاب متشابهه نسبه 100%. ايوه، بتبقى القرار فيها واضح واضح وصريح، ولا يقبل النقاش. احسبها ضد الاهلي، واحسبها ضد بيراميدز، واحسبها ضد الزمالك، واحسبها ضد المصري، واحسبها ضد الاسماعيلي. كابتن، من هو سيد القرار يا استاذ جمال؟ الحكم؟ لا، من سيد القرار؟ حكم الملعب، حكم الساحه، حكم الساحه طبعا، ولا الحكم لاعب في التكتيك؟ لا، حكم الساحه طبعا. يجي ازاي؟ يجي ازاي يا كابتن؟ يجي بانه الحكام دايما، المسؤول عن لجنه الحكام او المسؤولين عن لجنه الحكام بيعملوا اجتماعات مع الحكام العاملين ويقولوا لهم ويستعرضوا معاهم الحالات اللي هي المتشابهه اللي فيها قرارات مختلفه. على فكره
انا لتوحيد القرارات. بتسال الناس في لجنه الحكام يقولوا لك ايه؟ يقول لك احنا بنعمل الاجتماعات دي. طب يا جماعه ازاي بتعملوا الاجتماعات دي ويطلع النتيجه كده؟ وبعدين بعديها بيوم اجي الاقي اللي بيتحسب ضد النادي الاهلي لا يحتسب ضد نادي بيراميدز، لا واللي يحتسب ضد نادي بيراميدز لا يحتسب لنادي الزمالك، واللي يحتسب لنادي الزمالك لا يحتسب ضد نادي ده بلا شك خطا كبير. طب هو ده يا جماعه ينفع؟ اذا كان هناك ظلم فيجب ان يكون هناك حتى الظلم المساواه معروفه، المساواه الظلم عدل. عدل طبعا. امتى هنشوف هذه المسار؟ احنا بس ليه بنتكلم دلوقتي؟ النهارده لسه الثلاث، اربع، خميس، وهنبدا الجمعه رحله 29 يوم ولا 28 يوم فيهم تسع مباريات. ولكن انا كل ما ارجوه ان يكون هناك عداله تحكيميه واضحه لكل الفرق. والله انا لا ليش دعوه بحد، اذا كان هناك ظلم فيبقى الظلم على الجميع، يا اما عداله يا اما مساواه في الظلم. صحيح، والمساواه في الظلم عدل، والمساواه في الظلم عدل. يبقى اذا عبال ما ده يحصل، ما انت برضو خلينا واقعيين. لا ما احنا بنقول في الكلام زي ما قال كده اخويا الاستاذ محمود، اعتمد على ايدك. صح، اعتمد على نفسك. هو ده الكلام. صح، انت من من بدايه المرحله دي وعلى طول ده لازم يبقى مبدا، لازم تعتمد على ان انت تخلص. لا طبعا، طبعا. الماتشات بتاعتك، لان لو استنيت عداله تحكيميه يعني من اللي احنا من اللي احنا بنتمناها، لا صعب. ما هو مفيش عداله بقى. فانت يعني اعمل حسابك كده وانت بتلعب ان في هامش خطا او هامش ظلم. صحيح، فما تعتمدش عليه 100%. طبعا سياسه التدوير اللي بيتبعها مستر كولر اعتقد برضو ان هي هيبقى لها دور مهم جدا خلال الفتره القادمه، لان وده يمكن احنا دايما بنشيد بيه يعني. يعني طبعا لو في عناصر مطالبه ان هي تثبت نفسها كمان، يعني الناس اللي ما لعبتش بصوره كافيه بقى في دوري ابطال افريقيا وبتاع، المساله مش هتبقى بتاع كلام، لابد الاداء يكون على المستوى. طبعا انت عندك الاصابات برضو نالت مثلا من وسام ابو علي، برضو لسه الرؤيه مش واضحه بالنسبه له. عندك برضو الدوليين اكيد هو هيديهم راحه طبعا، حجم السفر والارهاق والجهد اللي اتبذل مباراتين حسب بقى مباراتين في 10 ايام ثم سفر. لكن انت برضو اعتقد هو عنده الاستعداد، عنده ونجح في في الحكايه دي في الموسم اللي فات، لما عرف يعمل روتيشن بذكاء كبير جدا رغم الضغط الكبير اللي تعرض له. ان شاء الله يعني باذن الله تعالى تكون بدايه قويه امام فاركو. مهم جدا انك تلعب مباراه قويه تحقق الفوز في المباراه الاولانيه، مباراه العوده لمسابقه الدوري، لانه دي هتديك دفعه معنويه. الفوز في المباراه والثانيه هيخليك تعود بثقة كبيرة جدا بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا، والأمل والطموح أنه لا تنازل عن مسابقة الدوري بإذن الله تعالى. هي الأساس، الدوري هو الأساس. وفي ظل هذه الأجواء وفي ظل هذه الظروف، وبرضو حضراتكم أساتذتنا في هذا الأمر، هل من الممكن أن يستغني النادي يستغنى النادي الأهلي عن لاعبين خلال هذه الفترة؟ بمعنى أنه هناك إشاعات وكلام كتير يخص هذه الأمور. انا بتكلم ان في لعيبه طرح يعني. ان اسلام هيمشي، جمال هيمشي، هقول لحضرتك حاجه. لا انا بتكلم من الناحيه حتى التقنيه، الناحيه الفنيه. لا بعيدا عن الناحيه الفنيه، الناحيه الاداريه. هو انت دلوقتي تقدر تمشي حد من اللعيبه يا جماعه؟ لا انا بس محتاج افهم كمبدا. انا فاهم طبعا، بس انا بقول للجمهور الاهلي حضراتكم لازم تبقوا حاطين راسكم اليومين دول في دماغكم، لانه زي ما قلت قبل كده وزي ما حضراتكم دايما بتقولوا لنا يا جماعه حطوا دماغكم وفكروا. ايوه، مفيش حاجه هتحصل الشهر ده كمبدا عام. طبعا مش هيحصل يعني اذا بالظبط يعني اذا في موقف او لاعب خلاص يعني العمليه وصلت معاه لمستوى معين في التفاوض، حتى لو كان الكلام هيكون ده من خلال ايه يا كابتن؟ من خلال دراسه برضو. ما هو في ناس مش مجال لمناقشتي يا استاذ جمال. ايوه، من القرار نفسه حضرتك التفكير في الكلام ده، ولا النادي الاهلي على مدار تاريخه كله لم يثبت والموسم لم يبتدي حتى ناقش حتى هذا الكلام. لا، وحتى لو ناقش يا استاذ محمود، فهو من حق المدير الفني ان هو يناقش مع رئيس النادي ومع المسؤول عن الكوره، لجنه التخطيط مثلا طبعا، من حقه ان هو يناقش كابتن عادي جدا. ولكن امتى بيحصل الكلام ده اللي احنا عارفينه؟ بعد نهايه الموسم. ولا ما احنا ايوه، وده الكلام العقلاني. انما برضو خلي بالك نقطه مهمه جدا. اتفضل. انت هيترمي قدامك معلومات بقى، انصاص معلومات، تشويش تشويش خلال الفتره اللي جايه، واخد بالك؟ صحيح. وكأن انت انهيت الموسم وخلاص بقى بتستعد للموسم الجديد. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني هيبقى في كسره في هذه المعلومات. وعشان كده انا لما بنتسأل في الموضوع ده
يعني الناس برضو اللي بترمي الاخبار دي بترميها وهي عارفه هي بتعمل ايه على فكره. الله. مليون في المية. اللي هي البلبلة. مليون في المية. انما في مبدأ عام ان كل لعيب في النادي الاهلي عاوز يمشي النادي الاهلي عمره بيقول له لا. صح. بس في الوقت المناسب. صح. وبالسعر اللي يحفظ للنادي الاهلي وللعيبة النادي الاهلي قيمتهم التسويقية، يعني القيمة نفسها، مش اي عقد هيجي اللاعب هيسافر كده لوحده. صحيح. لازم بيدرس كويس جدا. وبعدين طبيعة الأندية الكبرى ومنها أو في مقدمتها النادي الأهلي حتى على المستوى العالمي، أي قرار فني بيتاخد بعد دراسة، مش أي حاجة، مش أي كلام، مش أي كلام. لازم يبقى فيه دراسة جيدة، وتأكد إنه الدراسة دي لو اتعملت وفي مصلحة للاعب وللنادي هيتم بمنتهى السهوله، مفيش مشكله. صحيح. ومفيش حد كبير عن انه هو يترك الفريق او طبيعي. او يحترف، ده امر طبيعي. يعني الانديه الكبيره عندها على طول حركه مستمره كابتن اسلام، دخول وخروج لاعبين، دخول وخروج. صحيح. ما فيهاش اي مشكله. ولذلك بينما النادي الاهلي بيتعرض عروض لرحيل لاعبين، في لعيبه جايه. الله. يعني طبعا. ايوه، ده الوضع. انا اقصد ايه، الحركة دي، الديناميكية دي موجودة. لكن ده مش، يعني أنا أقصد إن ده يا أستاذ محمود مش وقته. لا طبعا. مش رايحين يا كابتن. طبعا طبعا. لازم تبقى فاهم إنه ده هدف. أنا هعمل لك، أنا دلوقتي مين اللي عليه العين؟ تخيل حضرتك. هشتغل. أيوه. تخيل حضرتك إن في واحد طلع قال لك إيه قبل ماتش المنتخب الأول، بعد ماتش المنتخب الأول، إن مصطفى شوبير عمل مشكلة علشان لقى نفسه مش موجود في الفريق. مع المنتخب. وبعديها على طول طلع قال لك هو نفس الشخص، قال لك ان محمد صلاح رفض التغيير. رفض التغيير. وهذا لم يحدث، وهذا لم يحدث. تعرف انت معلش قبل بس ما تعرف الطبيعي بيحصل ايه. انا مدير فني ومش عايز اطلع مع محمود صبري، مش عايزه اطلعه، فبساله انا شايف انه مش قادر يجري او بتاع، يا محمود يا صبري هتطلع ولا انت كويس فتعمل ايه؟ فانت كلاعب بتعمل ايه؟ لا انا كويس تمام زي الفل. لو تعبان اقول، لو تعبان هعمل لك كده. طب ماشي. ده بيحصل في العالم كله. وانا قلت لك ليه الكلام ده وشاورت عليه، لان هو خد خبطه، الواد دخل فيه دخله جامده في نص الملعب، اللي بره بص عليه خايف، حس انه كذا يعني. صح. وبعدين من الـ من الـ من, الـ من الذكاء ومن الابتكار، هل يعقل لاعب بحجم محمد صلاح لو المدير الفني قال له هتخرج هيقوله لا؟ هيبدي غضبه طبعا. لا لا لا، يبدي غضبه بره. هيكون ذكي جدا يا كابتن. زي ما كان بيعمل قدام الناس هيوافق يعني. محمد راجل يعني من لعيبه على خلق على فكره. طبعا. اكيد هيلتزم. اخش جوه في بيتي واوضتي واقفين مع بعض انا اتكلم معاك، لكن عمره ما هيعمل. يعني عاوز اقول لك ايه، يعني برضو ايه الهدف؟ يعني ايه البطوله في اللقطه؟ يعني ايه الحسبه انك انت تعمل حاجه زي كده؟ صحيح. واحنا بنقول ايه، محتاجين نلم. مش هتبقى حاجه يعني ايه، هنقعد ندور. مش دي البطوله، البطوله ان انا يعني الخبر مش لما يبقى حقيقي الناس هتقول لك تعظيم سلام. لكن المساله تركيب صور وبتاع ومتابعه دقيقه، لان انا بدور على اي حاجه عشان اعمل ايه، مشكله عشان انا اعمل ترند وابقى رقم واحد والدنيا تتكلم عنه. كلام مش منطقي، وكلام بامانه لا يجب ولا يجوز والله، يعني ما يصحش كده. حتى انت كده بتهين محمد صلاح نفسه، لان عمر محمد صلاح ما هيعمل مشكله انه هو المدير الفني بتاعه مهما يحدث هتلقاه لعيب محترم وهيلتزم وياخد. لكن انا عاوز اقول لك سيكون الاهلي صيدا في المرحله المقبله. ليه؟ للضغط عليه والتشويش بنشر اخبار. انا بقول لك من اماكن ليست اهلاويه، هي ترتدي صور احمر لكنها ليست اهلاويه. هو الهدف ان انا العب على اثنين ثلاثه عنك عشان اعمل لهم عمليه ضغط وتشويش بصوره او باخرى. هطلع اسلام النهارده عمل اجتماع، هطلع من اسلام النهارده عمل واحد اثنين ثلاثه اربعه، ده هيمشي محمود صبري وجمال الزهيري خلاص جاله عقد ومش عارف مين. انا دلوقتي ايه لازم اعمل لك، ان انا اضغط عليك واشتتك. الذكاء يا كابتن زي ما انا قلت لك والله، دور زي ما قلت لك، زي ما انت ماشي على النهج بتاعك واللي ربنا بيوفقك بيه، انك انت بتقفل على نفسك وبتحافظ على الناس اللي حواليك. بص ستنسج روايات وقصص خلال الشهرين الجايين. ليه؟ من الصالح ان انا اعرقلك عشان ايه؟ يعني مسابقه الدوري، انت المنافس بتاعك في مسابقه الدوري بيراميدز يسير بأول مرة بطريق في حالة ثبات في ظل استغلال انشغال الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.
فانا دلوقتي هرجع معايا ناس تانية من الصالح شايفها المنافس انه ده لازم ياخد الدوري عشان نكسر نقول التجربه نجحت. مع كامل احترام ما تنجح التجربه محدش قال حاجه، بس انت لازم تبقى فاهم تحمي لعيبتك وتتكلم مع الناس بتوعك وتقفل ودانك وتركز في الهدف الاساسي بتاعك. خلاص انت عندك شهر 6 و7 و8 هينتهي اخر 8 هينتهي فيها ان شاء الله باذن الله تعالى مسابقه الدوري. بعد كده يحلى الكلام يتقال بقى المدير الفني عايز، المدير الفني ماشي، المدير الفني هيجيب مش عارف فلان، المدير الفني هيعمل كذا، ده من حقه له موسم من حقه تجديد الدماء وده طبيعي جدا يا جماعه. صحيح. يعني انت لما تيجي تبص بنظره على الفرق الكبيره طبيعي جدا تجديد الدوافع بيكون اضافه عناصر شابه او عناصر مهمه جدا تدي للفريق دفعه معنويه، ده امر طبيعي جدا اذا ما اردت الحفاظ على تفوقك في دوري ابطال افريقيا او حتى صح. على المسابقه المحليه، اذا ما اردت السعي لتحقيق نتيجه كبيره جدا في انتر كونتيننت في النسخه الاولى منه اكيد هتدور على عناصر تزيدك قوه وتزيدك صلابه وتزيدك ابداع فني وتدور على حاجه تضيف، فده امر طبيعي جدا. لكن انا ايه هشتغل عليك ها في الفتره دي على 2-3 عندك هم الدايره ايه اللي هيمنحوك القوه والتفوق، فاشتغل اشاعه ده خلاص هيمشي، ده هيدوروا له على عقد، ده فلان عمل مشكله، ده فلان ما رضيش يقعد احتياطي، طب ما قال لك انه شلام مش هيقعد احتياطي. اه في الاخر راح احتياطي. وقفشه لما دوم ومشي. ماشي وقفشه كلم مسؤول كبير بره قال له نمشي في العقد عندك عشان انا عاوز امشي من هنا. مش قادر ما نعمل لك ايه يعني؟ امال انت فاكر انه في حاجه سهله؟ لا مش حاجه سهله. هتتعرض لحمل التشويش كبيره جدا، الذكاء وقوه وصلابه الاهلي انه باذن الله يستطيع تجاوز لان ده مش جديد عليه، ما هو طول عمره بتتحط له عارف، ما انا عاوز اشدك برضه كفاياك بقى انت عاوز تاخد كل حاجه ولا ايه؟ فهضطر ان انا اعمل لك كل المسارات دي واحطها داير وتصبح ماده دسمه لاستديوهات بعينها تنشر وتتحدث وتقص وتروي حكايات من الخيال، قل ما شئت فيها، الهدف منها هو النيل من استقرار الفريق ودفعه لخساره مسابقه الدوري. طيب نروح لمنتخب مصر سريعا، ومنتخب مصر الحقيقه هل بتعتبر ان ما حدث جيد ولا لا؟ انا بعتبره وارد وعادي. يعني انا مش عايز برضو ايه يا كابتن، مش اصل انا بشوف الاراء منقسمه، ناس ضد وناس ضد الجهاز الفني. بس فني بس معلش معلش انا بتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على المنتخبات الكبرى الاخرى اللي في القاره، ما هي بتمر بمعاناه برضه. اه طبعا. يعني ما هياش ايه؟ لا يعني اقصد الفرق الصغيره لا يحلو لها اللعب الا في هذه التصفيات، لان هي في النهايه مش توصل لحاجه. لكن هل المنتخب يرضينا بادائه الحالي؟ طبعا لا. احنا محتاجين ايه؟ عايزين منتخبنا بشكل افضل، اداء ثابت على مدار ال 90 دقيقه، مش مجرد 10 دقائق اخطف جونين او اخطف جون او اتعادل بجون، احنا مش عايزين كده. صحيح. بس في نفس الوقت احنا لينا هدف عاوزينه يتحقق، لانه عيب ان هو ما يتحققش يا كابتن، ان انت توصل كاس العالم اللي احنا شايفينه ده. ايوه في ظل ان كمان 9 فرق هتتأهل ونص يعني، حتى النص ده انا مش موافق عليه والله. ان شاء الله يا كابتن. لا يعني النص ده عيب، يعني انا ماليش دعوه بالنص. يعني انت شايف ان لو منتخب مصر راح لاعب فرقه ثانيه من قاره ثانيه لازم تبقى من التسعه يعني؟ صح عندك وش حق طبعا، بس انا بقول اللي بيحصل. ايوه الواقع ان في 9 مقاعد ونصف. لكن اللي انا عايز اقوله، هل احنا راضيين على الشكل؟ نتكلم واقعي، لا مش راضيين، لان المنتخب برضه مع احترامي لكابتن حسام في الغاز وفي لعيبه بتلعب عليها كلام وفي لعيبه ما بتلعبش وعليها كلام، يعني في لعيبه موجوده بره انت بتبقى عايز تشوفهم في الملعب. يعني مثلا انا مش عايز اقول اسماء برضه يعني منعا، لكن هقول على سبيل المثال وبشكل مهذب جدا، احمد امين اوفا كويس لعب ومحمد شريف موجود، من احق؟ معلش ممكن ياخدها من طريقه اللعب، انه لو كان متاخر شويه كان محمد شريف اللي نزل. ماشي. ولكن عشان مصطفى فمصطفى نفسه. طب هو لعيبه يا كابتن، هو لاعب اوفا وبعد كده سحبه في الدقيقه 90 يعني. ايوه مثلا ناصر ماهر. أوكي. ماشي
هل ناصر يلعب خمس دقايق؟ على فكره انا مش مع الكلام اللي انا بقوله اللي انا نفسي بقوله لكن انا دايما لازم ابقى العكس يعني. كابتن ما هو انا مع حضرتك بس انا بتكلم على احنا هي مناقشه عامه احنا مش بنحدد فيها وما هياش الزام صحيح. لكن احنا بنتكلم على ايه؟ انه في عارف لما المنتخب يوصل او اي فريق لشكل اقرب الى النموذج. انت رايح لحسام حسن ما خدش بالك من مستوى اللعيبه؟ لا وماله ما مستوى اللعيبه طبعا بس لا يعني انت شايف ده مستوى اللعيبه؟ لا انا فنيا مش ما فنيا لا فنيا انت شفت الشوط الاول؟ شفت طبعا. انت شفت لعيبه غينيا بيساو لما بتجيلهم الكوره بيعملوا ايه؟ بتلاقيهم رايحين عليك ها؟ ما بيستناش ما بيفكرش انت شوف كام انت عمال تباصي وتمرر وبحاله بطء غريبه ومريبه وما لقيتش واحد امتلك الشجاعه ناخد كوره ويروح بيها يعني عاوز اقول لك ايه كله بيسلم ويستلم دون ايه دون حركه يعني على الواقف كله بيلعب على الواقف برضو ده غريب جدا يعني عاوز اقول لك ايه هنقول انه دي اول مباراه رسميه ولعبنا قبل كده مباراتين وديتين او ثلاثه ودي اول مباراه رسميه وعندك لعبت قدام لعبت تلت ساعه قدام بوركينا فاسو مثاليه وبعد كده حصل حاله ما تعرفش ايه اللي دشملنا كده وحاله تراجع غريب جدا وجهاد والشوط الثاني ربنا ستر ماشي ماشي الشناوي شال واحده كانت ايه انا بقول صحيح. انت جيت في الماتش بتاع امبارح لعبت الشوط الثاني ايه كويس مثالي ورحت وكنت هتجيب الجول الفوز يعني في ظل الشوط الاول افضل يعني. وعلى فكره وكان ممكن يكون الاداء اكتر من كده ماشي انت من قياس المباراتين هقول لك انه كويس جاي كويس جيد انك انت خدت اربع نقاط صحيح خلاص مهمين جدا الاول 10 نقاط وربنا على فرق وربنا برضو كرمك وراح السيريون عامله لك ايه المفاجأة. هديه مفاجاه اتعدلت مع بوركينا فاسو لكن الاداء الفني اللي الناس عندها جوه نفسها بنشوف المنتخب يلعب كوره لسه قدامه شويه طبعا بامانه شديده لسه محتاج شغل كتير جدا وعاوز اقول لكابتن حسام او كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكل الجهاز انا اتمنى انه وعاوز اقول حاجه كابتن الجوهر رحمه الله كان رجل قليل الكلام ايوه كثير الفعل ها يعني ما تكلمش وانت راجل استاذي وبتاع والكابتن وبتاع راجل تجارب وما بتكلم ما بتطلعش تكلم في الصحافه ابدا يعني قليل قوي ولو ضلع كلمه اقول كلمتين لكن انا عاوزك الكلام ده عاوز اشوف في الملعب عاوز شغل وعاوز اشوف نقله نوعيه تدريجيه اتمنى كابتن حسام لانه كلام الكلام اللي بعد المؤتمر الكلام بيغلط انا بقول لك ما لهوش لازمه احنا عارفين كلنا اصل الكابتن حسام وكلنا حضراتكم جيتوا معانا في مباريات وشاركتوا كابتن حسام في في غرف وكلنا قعدنا وشايفين كابتن حسام شخصيه طيبه ولكن عاوز اقوله اللي بيقولوا بعد الماتشات حاجات غريبه يعني عاوز اقول ايه التصريحات مش من اجل التصريحات يا اما التصريح يكون صادر بهدف عاوز اوصل معلومه عاوز اوضح موقف عاوز اقول حاجه عن فريق دعمه معنويا لكن مش كل الكلام من اجل الكلام مش هو بس لازم يمسك الحديده لا انت مدير فني منتخب مصر لابد ان يكون كلامك بحساب وكلام مقنع فيش حاجه اسمها الناس بتتمنى فشلك ما مين قال الكلام ده ده الناس كلها بسندك ها والناس كلها تتمنى صحيح. ابن المنتخب الوطني واللاعب التاريخي اللي ما حدش يختلف عليه نفسنا انك انت تنجح فنفسنا انك انت زي ما بتنجح نفسنا انك انت تقفل على نفسك حقيقي. نفسنا انك انت تشتغل حقيقي. فنيا وتحاول حقيقي. تقدم جمله نقول ان الشغل ايه شفت الجوهري رحمه الله عليه قدم في نهائي في امم افريقيا التاريخيه في بوركينا فاسو قدم كوره ازاي مصطفى قدم ازاي مباراه نهائيه قدام جنوب افريقيا بهدفين يتدرب جنوب افريقيا وانت وانت اللي كنت البطل ومعاك حازم امام وياسر رضوان ونادر السيد والمجموعه كلها وعمارة وياسر ماشي انا بقول لك وهاني رمزي والناس دي وهاني رمزي يعني عاوز اقول ايه خلي حاجه على الارض عشان الناس تطلع تتكلم تقول لا في تطور صحيح. في الاداء نتمنى الحقيقه ان احنا نشوف منتخبنا الوطني خلال المرحله القادمه لانه منتخب مصر يا جماعه مش يعني مش منتخب حسام ولا منتخب ما عندناش شك يعني كلنا عايزين المنتخب بالظبط كده كل وعايزين حسام ينجح ما فيهاش كلام كلنا يعني. عايزين كابتن حسام ينجح ان شاء الله خلال المرحله اللي جايه لانها مرحله اعتقد هيقدر ياخد فيها نفس ويستطيع ان يفكر بشكل جيد وده كلام الاساتذه على ما سيحدث مستقبلا ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه وربنا يكرم طبعا النادي الاهلي يوم الجمعه اللي جايه في اولى مبارياته امام نادي فاركو بشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن اسلام شكرا جزيلا بشكرك شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير